مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، ودايما منوريني ومشرفيني في قناتكم، قناه الاهلي والاهلي في كل مكان. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم الاهلي في كل مكان بيبقى على فقرتين، اقول لكم بسرعه كده عناوين او العناوين الاساسيه في برنامجنا النهارده مع حضراتكم. شركه صله مصر تطلب اتمام التعاقد مع الاهلي النادي الاهلي، والاهلي يشكل لجنه لدراسه الموقف. هنتكلم بالتفصيل في كل حاجه، لكن انا بقول لكم العناوين كلها مره واحده. لاعبو الاهلي يؤدون تدريبات استشفائيه واختبار طبي لحمودي بسبب الام العضله الضمه، ومعلول يشارك في تدريبات الاهلي اليوم، والاهلي يدخل معسكرا مغلقا بالاسكندريه يوم 12 يوليو ان شاء الله. مباراه وديه للاهلي في القاهره قبل مواجهه تاون شيب البتسواني، وكالتيرون يمنح لاعبي الاهلي او لاعبو الاهلي راحه الثلاثاء، والاهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش الاربعاء ان شاء الله. وكابتن محمد يوسف بيقول مباراه اولمبيا تجربه مفيده وحققت اهداف الجهاز، والمنتخب الاولمبي يخوض وديه اوروبيه في سبتمبر المقبل. وكردي ومجاهد يلحقان بابو ريده في روسيا لحضور كونجرس الفيفا، واتحاد الكره يعرض على رينارد 120 الف دولار شهريا لتدريب منتخب الفراعنه، وابو ريده يستغل سفره إلى روسيا للتفاوض مع مدرب كرواتيا، وعمرو وردة مطلوب في الدوري التركي. أيضا معايا في العناوين الرئيسية، كابتن خطيب يتفقد منتجع الأهلي بمرسى مطروح وإنشاء فرع جديد لأكاديمية النادي الأهلي بمرسى مطروح، ومحمد مرجان مدير الأهلي التنفيذي يسعى لإضافة 30 غرفة جديدة بمنتجع مطروح. نروح نشوف بقى الأخبار بتاعتنا بالتفصيل. أكيد حضراتكم كلكم تابعين أخبار الأهلي وعارفين ان شركه صله قد يعني بعتت الخطاب ان هي عايزه تنهي التعاقد مع النادي الاهلي. الاهلي زي ما انتم عارفين وزي ما الكابتن محمود الخطيب معودنا ما بيردش على اي حاجه. النهارده شركه صله بتطلب اتمام التعاقد مع النادي الاهلي، والنادي يشكل لجنه لدراسه الموقف. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي قرر تشكيل لجنه برئاسه المستشار محمود فهمي، وتضم كلا من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، ومحمد فتحي المشرف العام على الشؤون القانونيه، والدكتور سعد شلبي مستشار التسويق لمجلس الاداره، وذلك لدراسه الخطاب الذي تلقاه النادي صباح اليوم السبت من شركه صله مصر، والتي اكدت فيه رغبتها على اتمام التعاقد مع النادي للحصول على حقوق الرعايه لمده 4 سنوات قادمه. وهو الامر الذي يتنافى مع الخطاب الذي تلقته الاداره التنفيذيه بالاهلي من شركه صله السعوديه قبل يومين، تؤكد فيه عدم رغبتها في إتمام إجراءات التعاقد بخصوص مزايدة الرعاية. ولما كان خطاب شركة صلة مصر يختلف مع خطاب شركة صلة السعودية في المضمون والرغبة من حيث إتمام التعاقد، لذا قرر رئيس النادي تشكيل اللجنة المشار إليها، ودعوة كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي وخالد الدرندلي أمين الصندوق لحضور اجتماعات اللجنة التي تبدأ عملها في 12:00 من صباح غد الأحد إن شاء الله لدراسة المكاتبات الواردة من شركة صلة مصر والسعودية، ورفع تقرير لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على حقوق النادي الأهلي. وكانت شركة صلة قد فازت بالمزايدة فين التي جرت على حقوق رعاية الأهلي قبل فترة مقابل 500,000 جنيه. هو أنا مش عارف أقول إيه بصراحة، يعني الأهلي اللي احنا بنطلع بيه من كل الأزمات يا جماعة إن الأهلي حاجة جميلة جدا، الأهلي حاجة كبيرة جدا. كل يوم بقول لكم إن احنا محظوظين إن احنا بننتمي لهذا الكيان الكبير، سواء مشجعين او شغالين في النادي او حتى ناس لبسوا تيشيرت النادي ايا كان. وقلت لكم امبارح كمان ان احسن حاجه حصلت الفتره الاخيره ان جمهور الاهلي كله ومحبي الاهلي كلهم في كل مكان كلهم جمعوا كلمتهم ان الاهلي كبير، وان الاهلي هيفضل كبير، وان الاهلي دايما مطلوب، واللي بيروح للاهلي هو اللي كسبان، ودي حقيقه، حقيقه مجرده من اي حاجه، واللي بيخرج من الاهلي هو اللي خسران، وخسران حاجات كتيره جدا. شوفوا اي حد، كلام يعني على العموم، اي حد قبل النادي الاهلي كان ايه، ولما حتى لف حوالين سور النادي الاهلي كان ايه، حاجه يعني مختلفه تمام. وانا ما بقولش كده من فراغ، انا بقول كده وكل يوم، وقبل كده كمان يعني التاريخ كله يقول لك الاهلي ايه، وكل يوم الحمد لله بنثبت لحضراتكم مع مجلس الاداره المحترم جدا جدا ان الاهلي فعلا حاجه جميله جدا. وانا عايز اقول حاجه بصراحه، يعني دولاب الاهلي مليان بطولات،
والجماهير شبعت بطولات وزهقت بطولات، لكن طبعا اهلا وسهلا باي بطوله ما بنسيبهاش الحمد لله. لكن لما تلاقي النادي الاهلي بيقف عند مبادئه المرسخه بقالها زمن، والكابتن الخطيب بيحافظ على يعني او بيقول للناس الاهلي انا الاهلي، احنا الاهلي، الاهلي مبادئ، الاهلي قيم، الاهلي تاريخ. انا بحاول ما ادخلش في تفاصيل، انا بحاول اطلع كلام للعموم. عشان كده بقول لحضراتكم ان احنا فعلا محظوظين فعلا ان احنا بننتمي لهذا المكان وهذا الكيان الكبير جدا. يعني ايه بطوله تروح او بطولتين تروح يروحوا او دوري يروح او افريقيا تروح؟ بصراحه انا من وجهه نظري انا ما عنديش اي مشكله، لكن يبقى النادي الاهلي هو النادي الاهلي، هو النادي الاهلي اللي الناس عشقته، هو النادي الاهلي اللي الناس بتموت فيه، هو النادي الاهلي الناس مستعده تعمل اي حاجه. انا مش عايز اقول لكم الرسائل اللي بتجيلي والله العظيم حاجه يعني مش طبيعيه، حاجه مش طبيعيه. الناس يعني يقول لك بس النادي يطلب مننا اي حاجه، احنا تحت امر النادي الاهلي، لكن احنا مطلوب بس مننا كمشجعين ان احنا نشجع النادي الاهلي وان احنا نقف في ظهر النادي الاهلي، والنادي الاهلي عنده اداره واعيه جدا جدا. انا بقول لكم وبراهن على كل حاجه، وانتوا راهنتوا على الكابتن محمود الخطيب قبل ما يبقى رئيس النادي، ان هو فعلا شكل النادي الاهلي وفعلا تحس فيه بروح النادي الاهلي، وتحس فيه ان النادي الاهلي تجسد في شخصيه الكابتن محمود الخطيب زي ما تجسد في شخصيات رؤسائه الكبار سابقا. ان شاء الله ما تخافوش على النادي الاهلي، والنادي الاهلي كل يوم واحنا سايبين ايدينا بيثبت ان النادي الاهلي كبير، والنادي الاهلي هو اللي دايما اي حد بيروح له هو اللي كسبان، واي حد بيسيبه هو اللي خسران. مش عايزين نعلق اكتر من كده، وخلي الايام اللي جايه تعرفكم، وانتوا عارفين ان النادي الاهلي قد ايه كبير، والنادي الاهلي قد ايه فعلا كيان محترم، وان هو بيحافظ على نفسه وبيحافظ على جماهيره، وكل ده عشان الناس تقول راسنا مرفوعه ان احنا انتمينا للنادي الاهلي. وانتوا اكيد راسكم مرفوعه ان انتم منتمين للنادي الاهلي، وحاجه جميله جدا ان الايام كل يوم بتثبت النادي الاهلي فعلا هو بيحافظ على شكله ومبادئه باستثناء او بصرف النظر عن اي حاجه تحصل. مش عايز اطول اكتر من كده. طيب اروح لاخبار الفريق بقى، واخبار المعارض امير هشام معانا عشان نطمنكم على الفريق ونطمنكم على كل لحظه بلحظه بتحصل في معسكر الفريق. احنا قلنا ان في اختبار طبي لحموده بسبب الام العضله الضمه، النجم احمد حمودي. محمد يوسف قال ان في اختبار طبي هيجري النجم احمد حمودي عشان يشوفوا الاصابه وصلت لغايه فين، وهل هو مستعد ولا لسه بيتعافى. لسه الايام المقبله ان شاء الله نشوف احمد حمودي حالته ايه. ايضا النجم علي معلول بيشارك في تدريبات الاهلي اليوم المسائيه اللي هي بتقام حاليا، وكمان شويه هجيب لكم امير على التليفون عشان يطمنكم برضو اول باول على اللي بيحصل في معسكر الفريق الحالي. علي معلول عارفين ان هو شارك مع منتخب تونس في تصفيات كاس العالم المقامه حاليا بروسيا، بطوله غريبه جدا وبطوله خارج التوقعات تماما، لكن بطمنكم على علي معلول ان هو بقى في التدريبات اليوميه. محمد يوسف بعد مباراه اولمبيا اللي حضراتكم عرفتوا نتيجتها واللي حضراتكم اتفرجتوا عليها في السوشيال ميديا، بيقول انها تجربه مفيده وحققت اهداف الجهاز. تعالوا نشوف محمد يوسف قال ايه ونتكلم فيه مع بعض. محمد يوسف قال ان المباراه الوديه امام فريق اولمبيا السلوفيني انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وكانت تجربه مفيده جدا جدا جدا. ده كلام محمد يوسف، وبينت قد ايه الفكر او الاستيعاب الفني من قبل اللاعبين لفكر الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كالتيرون. وقال ان ده كان اهم حاجه في اولويات الجهاز الفني، ان هو يشوف مدى استيعاب اللعيبه لخطه هذا المدرب الجديد. واضاف قال ان المباراه شهدت مشاركه بعض اللاعبين لمده 90 دقيقه في اطار سعي الجهاز الفني لتثبيت التشكيل. اكيد استعدادا للمباراه الهامه جدا مع تاونشيب البتسواني، والمقرر لها يوم 17 من الشهر الجاري ان شاء الله في مباريات او ضمن مباريات دور المجموعات لبطوله افريقيا. قال كمان ان احنا اطمننا على كل اللاعبين الدوليين بعد مشاركه كل من شريف اكرامي والشناوي وسعد سمير وايمن اشرف. ده كلام محمد يوسف، وكلام طبعا في محله محترم جدا. محمد يوسف اكد على ان الفريق كان في حاجه لتجربه قويه للوقوف على مستوى اللاعبين، وهو ما تحقق في وديه اولمبيا.
قال خاصة أن الفريق السلوفيني سيشارك بعد أيام في بطولة أوروبا، ومن ثم جاءت التجربة قوية للغاية وحققت الكثير من أهداف الجهاز الفني. الفريق السلوفيني اللي لعبوا الأهلي امبارح فريق أولمبيا هيشارك في بطولة أوروبا الفترة المقبلة. طيب أنا معايا أمير هشام على التليفون. أمير هشام أهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، اخبارك ايه؟ وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. انا زي الفل طول ما انت زي الفل والفريق زي الفل بتاعنا يعني. حبيبك طالما بتطمنا يعني على الدنيا هناك، احنا زي الفل والجماهير كلها الحمد لله، وكل يوم الحمد لله بقى مبسوطين اكتر من اللي قبليه. الحمد لله، هو الامور بصراحه ماشيه بشكل جيد جدا يا كابتن ميدو. بالنسبه لفريق النادي الاهلي معسكر يعني ممتاز جدا بالنسبه للفريق صراحه، كل الاجواء جيده، كل الاجواء بتساعد الفريق ان هو يؤدي معسكر بشكل عالي من ناحيه الجديه ومن ناحيه التركيز كمان. اللاعبين كلهم متحمسين، اللاعبين كلهم عندهم جديه كبيره جدا جدا في اثبات جدارتهم في التواجد في التشكيل الاساسي خلال الفتره المقبله. خليني اقول لك النهارده التمرين كان على فتره واحده بس يا كابتن ميدو، الساعه 6 التسجيل تقريبا بالتحديد ابتدى من الساعه وربع بالظبط بالنسبه للنادي الاهلي. كل اللاعبين بيشاركوا بشكل جيد جدا، لكن خليني اقول لك ان التدريب مقسم على مجموعتين، مجموعه اللي شاركت في المباراه الوديه بالامس ودول كان ليهم تدريبات استشفائيه، بعض التدريبات الاستشفائيه، وايضا المجموعه الاخرى واللي ما شاركوش في المباراه بالامس او حتى اللي شاركوا لمدد قليله، فبالتالي دول كان ليهم تدريبات بدنيه وايضا تقسيم على طول كده في خلال المران، وبيأدوا كمان التقسيمه بشكل جيد جدا. خليني اقول لك اخبار بعض لاعبي النادي الاهلي النهارده. علي معلول اول مران ليه مع النادي الاهلي هنا في كرواتيا بعد انضمامه لمعسكر الفريق بالامس. علي معلول انضم مساء بتحديد الساعه 7 او 7 ونص مساء في كرواتيا، والنهارده بيشارك في التدريبات بشكل كامل يعني في التدريبات الجماعيه، وجاهز سواء طبيا او بدنيا بشكل كبير جدا. علي معلول وهو احد العناصر الهامه والاساسيه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه لاحمد حمودي، احمد حمودي عنده الام في العضله الضمه حس بيها امبارح كده قبل الماتش الودي، فبالتالي ما شاركش النهارده، بيعمل تدريبات تاهيليه مع الدكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. ده بجانب باسم علي واللي عنده طبعا الام في رباط الركبه، فبالتالي ايضا بيعمل تدريبات تاهيليه. لكن اللاعب لمران النادي الاهلي النهارده هو احمد الشيخ. احمد الشيخ الفتره اللي فاتت كان عنده جزع في الركبه، النهارده شارك في التدريبات بشكل جيد جدا وبشكل كامل. في الاول كده بس كان في تدريب كاختبار طبي لاحمد الشيخ، لكن واضح ان هو بقى جاهز، فبالتالي او على الاساس ده دخل التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. شارك كمان في التقسيمه اللي لسه بتنتهي وانا بكلمك في هذه اللحظات، التقسيمه اللي مع نهايه المران، فبالتالي احمد الشيخ شفي تماما من اصابته في جزع في اربطه الركبه، فبالتالي الامور كويسه جدا، كله بيشارك، كله متحمس، كله عايز يثبت جدارته خلال التواجد في الفتره الجايه يا كابتن. تمام، وباسم اخباره ايه؟ زي ما قلت لك باسم علي لسه عنده الام في الركبه، في رباط الركبه، فبالتالي لسه بيعمل بعض التدريبات التاهيليه اللي من خلالها بيحاول انه يتعالج ويكون ناقص مشاركه في التدريبات الجماعيه. يعني الاسماء اللي انا قلت لحضرتك عليهم يا كابتن ميدو دول بس اللي ما بيشاركوش مران النادي الاهلي، بجانب وليد ازار. وليد ازار زي ما احنا عارفين خلاص خلال ساعات اعتقد ممكن يرحل عن النادي الاهلي، فبناء عليه الجهاز الفني بيخليه يتمرن تدريبات منفردة بالنسبة له، خصوصا الجهاز الفني عايز يعتمد على المجموعة أكيد اللي هتكون مركزة معاه واللي هتكون معاه في المباراتي تاون شيب، فبالتالي بيتمرن في تدريبات منفردة بالنسبة لوليد أزار اللي خلاص قرب يمشي من النادي الأهلي. وأكيد النادي الأهلي ما بيقفش على أي لعيب، هو رغبته إن هو يرحل عن النادي الأهلي، والنادي الأهلي بيقدر يعوض أي لاعب ممكن يكون إرادته إن هو عايز يمشي مع النادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي كمان بيقدر يوجد نجوم جدد بالنسبه للفريق يقدروا من خلالهم ان هم ينجحوا مع النادي الاهلي ويحققوا المزيد من الانتصارات والالقاب ان شاء الله. اكيد يا امير، يعني قول لي ردود افعال الجهاز الفني واللاعبين على مباراه الامس، خصوصا انها كانت مباراه محمد يوسف بيوصفها انها كانت مباراه قويه جدا، خصوصا الفريق ده هيشارك في بطوله اوروبا الفتره المقبله ان شاء الله. بالظبط زي ما انت بتقول كده يا كابتن ميدو، طبعا فريق اولمبيا سلفيني امبارح فريق جيد جدا، مباراه كانت كويسه جدا، الاستفاده والاهداف اللي خرج منها الجهاز الفني من هذه المباراه كانت بنسبه كبيره جدا اتحققت.
فبالتالي في رضا كبير جدا من الجهاز الفني سواء مستر باتريس باسيلون كابتن محمد يوسف عن هذه المباراه والاداء للاعبي فريق النادي الاهلي والنتائج اللي خرجوا بيها من هذه المباراه، وخصوصا زي ما انت بتقول كده الفريق ده هيشارك في بطوله دوري ابطال اوروبا في الادوار التمهيديه، وعنده خلال تقريبا اسبوع او اقل كمان هيكون عنده مباراه في دوري ابطال اوروبا، فكان من خلالها ايضا يعني بيستعد من خلال مباراه النادي الاهلي بالامس، يعني كان في حماس كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي خلال المباراه بشكل عام، كله كان عايز يثبت وجوده وكله قد بشكل كويس، لكن في بعض اللاعبين اللي تميز امبارح سواء وليد سليمان بالتحديد اللي اخرج هدف المباراه، وكان يمكن عمل مباراه كبيره من اول مشاركته في هذه المباراه، وده يمكن شيء جيد بالنسبه لوليد سليمان اللي يعتبر احد اللاعبين الكبار بجانب حسام عاشور اللي بيتكلموا دايما مع بقيه اللاعبين في مدى اهميه المرحله المقبله، مدى اهميه تخطي عقبتي او عقبه فريق تانشيت خلال الفتره اللي جايه. بشكل عام يا كابتن ميدو خليني اقول لك الامور جيده جدا، النهارده المران الوحيد من النادي الاهلي، بكره احتمال كبير جدا او خلاص يعني تم الاستقرار بنسبه كبيره جدا هيكون في تدريب صباحي تدريب مسائي يستمر الاستعداد من خلاله بالنسبه للنادي الاهلي، وهيكون ان شاء الله يوم الاثنين في مباراه وديه ثانيه للنادي الاهلي في معسكره الخارجي، المباراه دي بدل ما هتبقى الساعه 6 هتبقى الساعه 4 عشان الفريق يقدر يخلص المباراه ويتجه مباشره لمطار زغرب في كرواتيا اللي يتحرك من خلاله في تمام الساعه 11 مساء في اتجاهه للقاهره عشان يوصل فجر يوم الثلاث، يعني فجر يوم 10 ان شاء الله يكون الفريق وصل للقاهره، بعديها على طول هيبقى في اجازه، يعني يوم الثلاث ده هيبقى اجازه بالنسبه للنادي الاهلي، يوم الاربع هيبقى في مران مسائي بالنسبه للفريق في ملعب مختار التتش في الجزيره، بعديها الفريق هيتوجه للاسكندريه والمعسكر الاخير قبل مباراه فريق تاون شيب، المعسكر هيبتدي يوم 12 هيبتدي بمباراه وديه لسه ما تحددش مين طرفها، ويستمر المعسكر حتى موعد مباراه فريق تاون شيب ان شاء الله يوم 17، وان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي في هذه المباراه اللي بتمثل كتير وكتير جدا اكيد الجانب الفني واللاعبين خلال المرحله دي. اكيد اكيد. انا بقى هسالك سؤال مش بصفتك ان انت زميل بقى يا امير، هسالك سؤال بصفتك ان انت مشجع اهلاوي، ايه الجديد طبعا اللي شفته في المباراه امبارح؟ الجديد في المباراه امبارح اللي انت شفته بقى بنظر امير هشام المشجع الاهلاوي؟ طبعا يعني الجديد امبارح في المباراه الحماس الكبير عند لعيبه النادي الاهلي، التفاهم ما بين الجهاز الفني واللاعبين واستقبال اللاعبين لفكر مستر باتريس كارتيرون، التعليمات في مستر باتريس كارتيرون كان بشكل ايجابي جدا وبنسبه كبيره جدا، ما وصلش ل 100% بالنسبه للنادي الاهلي، لكن مع توالي التدريبات ومع توالي المباريات الوديه قبل مباراه تاون شيب هيكون الفكر واضح بالنسبه للاعبين بشكل كبير جدا، خصوصا كل اللاعبين بيسعوا ان هم يكتسبوا ثقه مستر باتريس، وده شيء ايجابي شيء مميز جدا في مرحله زي دي بيستعد من خلالها لفتره مهمه جدا، فالكل بيحاول ان هو يستوعب فكر الراجل عشان يقدر يشارك في المباريات بشكل جيد جدا وبشكل اساسي كمان. ده الجديد وده اللي كان شيء ملفت خلال مباراه الامس، اللاعبين عندهم طموح كبير زي ما احنا عارفين يا كابتن دايما النادي الاهلي او اللاعبين عندهم ما عندهمش طموح بيقف عند حد معين، اكيد بطولات العديد، يعني احنا عندنا فريق النادي الاهلي اكثر من لاعب تقريبا حقق كل البطولات مع النادي الاهلي سواء وليد سليمان حسام عاشور احمد فتحي شريف ناس كتير جدا حققت وسعد سمير حققوا القاب كل الاقطار تقريبا مع النادي الاهلي، لكن الجميل عند لاعبي النادي الاهلي دايما ان هم الطموح عندهم ما بيقفش وبيستمر والدوافع عندهم بتتجدد وبيخلقوا دوافع لنفسهم لتحقيق ارقام قياسيه، يعني حسام عاشور مثلا بيفكر دلوقتي في ايه؟ في ان هو عايز يحقق اكثر لاعب في العالم تحقيقا للبطولات مع النادي، يعني ان شاء الله يمكن اكثر لاعب اعتقد كان تشافي او على ما اتذكر يعني لم تخني الذاكره حقق 35 بطوله اعتقد دلوقتي 32 او 33 يعني قرب يكسر الرقم ده، فهو حاطط لنفسه يعني الجميل في القصه دي ان هو بيخلق لنفسه اهداف ودوافع من خلالها اكيد اكيد يقدر يؤدي بقوه، وده اللي هيسعد جمهور النادي الاهلي بالتاكيد في جلب المزيد والمزيد من البطولات بالنسبه للنادي الفتره الجايه. اكيد يا امير، يعني اخر سؤال اساله لك عشان احنا عارفين ان احنا يعني انت طالع معانا في كل الاوقات وبصراحه يعني كتر الف خيرك ومجهود تشكر عليه، قول لي باتريس كالترون هو اللي بيقف يوجع على الخطوط ولا حد من الجهاز الفني المعاون؟ طيب يعني امبارح ما كانش في توجيه قوي من على الخطوط بالنسبه للجهاز الفني، خصوصا ان هم عارفين المباراه دي بالنسبه لهم يعني بيشوفوا فيها اللاعبين بيشوف
يقفوا على حاله اللاعبين سواء من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه، مين ناقصه ايه، محتاج ايه خلال الفتره الجايه يشتغلوا عليها. فبالتالي ما كانش في توجيه غير من خلال الدكه على طول، يعني ما كانش في حد بيقف، مش زي المباريات الرسميه او اللي احنا بنشوفه يعني. لكن هم عارفين جدا اهدافهم، عارفين جدا المواقف اللي ناقصه بالنسبه للفريق الفتره دي، عارفين هيزودوها ازاي، عارفين هيشتغلوا عليها خلال الفتره الجايه ازاي. بشكل عام الجهاز الفني يعني مبشر جدا يا كابتن مجيد، والتعاون ما بين مستر باتريك كاستيلون والكابتن محمد يوسف جيد جدا. يوميا جلسات مستمره في فندق اقامه الفريق في كرواتيا، يوميا بيتكلموا في العديد من الامور اللي بتخص الفريق، معالجه بعض الاخطاء بالنسبه للاعبين سواء في التدريبات سواء في المباراه الوديه او المباريات الوديه اللي كانت في ماتش. فبالتالي ده شيء جيد ومبشر جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله مش هيكون ناقصهم غير يعني التوفيق خلال الفتره اللي جايه، من خلاله ان شاء الله يحققوا كل طموحات جمهور النادي الاهلي، وبتتمثل بكل تاكيد في اهم بطوله وهي بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله نعدي من المباراتين دول، الفريق يرجع للمنافسه في دوري المجموعات ودور 16 من هذه البطوله، ويرجع كمان للمنافسه على هذا اللقب اللي غايب بقى له فتره كابتن ميدو. اكيد كل جمهور النادي الاهلي كلنا وحشنا طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا. أكيد يعني أمير، أعتقد أن المباراة القادمة، المباراة الودية القادمة، أعتقد أن مستر باتريس كالتيرون ممكن يلعب بها بالتشكيلة الأساسية اللي هتبقى في مواجهة بطل بتسوانا تاونشيب. هو بالفعل مستر باتريس كالتيرون من مباراة الأمس ابتدى يلعب بالتشكيلة اللي يعني بنسبة 70% هتكون أساسية بالنسبة للنادي الأهلي. كمان المباراة الجاية والمباراة بتاعة برج العرب اللي هي هتبقى آخر مباراة ودية من خلالها مستر باتريس كارتيرون هيستقر بشكل اكبر على التشكيل الاساسي اللي هيخوض بيه مباراه فريق تاونشيب. خليني بس بالمناسبه اقول لك ان الكابتن سمير عدلي في هذه اللحظات يمكن هو راح يشوف الملعب اللي هنلعب عليه مباراه تمام ان شاء الله المباراه الوديه الاخيره هنا عشان يعرف المسافه، وخصوصا امبارح المشوار كان بعيد شويه تمام، الجهاز الفني مش عايز بالنسبه للاعبين النادي الاهلي. فبالتالي يعني المفروض كده زي يعني 40 ل 45 دقيقه تكون المسافه لحد ملعب المباراه عشان الفريق ما يتعرضش للاجهاد. فكابتن سمير عدلي النهارده المدير الاداري اللي بيقوم بمجهودات عظيمه بصراحه، مع حاجه جميله، حاجه جميله كرواتيا. بصراحه الراجل ده يعني صعب يتعوض، حاجه جميله فعلا يا رب. راجل شاطر جدا 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 في شغله، راح يشوف طبعا المسافه هتكون قد ايه، وبناء عليه هيرجع ان شاء الله للفريق فندق الاقامه ويبلغ الجهاز الفني طبعا سواء مستر كاسترون وكابتن محمد يوسف، وبناء عليه هيكرروا المباراه الوديه هتبقى مصيرها ايه. لكن لحد الان هيكون في طبعا في مباراه وديه بالنسبه للنادي الاهلي يوم 9 في تمام الساعه 4 عصرا، وهتكون اخر استعدادات النادي الاهلي في معسكره هنا في كرواتيا قبل العوده للقاهره، وان شاء الله معسكر اخر في اسكندريه وبرج العرب، ومباراه وديه اخيره كمان قبل خوض مباراه فريق تاونشيب، واللي اكيد بنتمنى فيها كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي. يعني مجهود رائع من الزميل امير هشام، حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه جدا. امير هشام كل التوفيق ليك وكل التوفيق لمعسكر النادي الاهلي. شكرا جدا امير هشام، ولو في جديد ان شاء الله هنرجع لك بعد المران. ابرز الاسئله اللي انا سالتها للامير ان كالتيرون هو بيتابع الفريق من على الدكه عشان يشوف المنظر العام ولا على الخطوط، بتفرق كتير جدا جدا، بس حسب المدرب هو عايز ايه، هو عايز يوجه اللعيبه ولا عايز يشوفهم كل واحد يعمل اللي هو عايزه ويشوف مدى استجابتهم من غير ما يبقى فيه تذكره للتعليمات اللي هو بيديها لهم اثناء التمرين عشان يلعبوا بيها المباريات. كمان قلت لكم ان الراجل ده بيهتم بادق التفاصيل، يعني مباراه وديه راح الكابتن سمير عدلي الدينامو الاداري بصراحه في مصر كلها حاجه جميله جدا، ربنا يديله الصحه يا رب، عشان يطمن على الملعب ويشوف المسافه عشان ما بقاش فيه اجهاد، يبقى كل حاجه محسوبه، حاجه جميله جدا. قال ان شاء الله يوم الاثنين مباراه الساعه 4 بدل من 6 عشان يرجعوا على القاهره ان شاء الله، هيسافروا من المطار 11 مساء ان شاء الله، يوصلوا بالسلامه باذن الله يوم 10 فجر الثلاثاء ان شاء الله. كمان طمنا على كل المصابين، باسم علي واحمد الشيخ خلاص تمثل الشفاء وفي التدريب، وصف لنا التدريب ان شاء الله لو في جديد هنحاول ان احنا نقوله لكم. طيب عشان نطمن اكتر كمان على الفريق ونشوف مباراته القادمه، مباراته المهمه جدا جدا اللي بيستناها كل جماهير الاهلاويه، مباراه تاونشيب البتسواني، تعال نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. يو
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجادة بمعسكره الحالي في كرواتيا تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في إطار الاستعداد القوي للمواجهة المرتقبة أمام تاونشيب رولارز بطل بوتسوانا والمقرر إقامتها يوم 17 من يوليو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من عمر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وقبل انطلاق الموسم الجديد. انتظم الخماسي الدولي شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف وسعد سمير في ميران الأهلي الجماعي مساء الخميس الماضي بالمعسكر الكرواتي عقب انتهاء الراحة التي حصلوا عليها منذ انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الملاعب الروسية حتى 15 من يوليو الجاري. كارتيرون استقر على تقديم موعد إنهاء معسكر الإعداد في كرواتيا لمدة 24 ساعة لينتهي الاثنين المقبل بدلا من الثلاثاء، كما قرر المدرب الفرنسي للأهلي تقديم موعد اللقاء الودي الثاني أمام كرانسودار رابع الدوري الروسي في الموسم الماضي لمدة ساعتين لتغادر البعثة مباشرة إلى مصر علاوة على خوض ودية أخيرة بعد نهاية المعسكر في مصر قبل لقاء تاونشيب البوتسواني. لعب الأهلي وديتين في مصر أمام فاركو والشمس قبل السفر إلى كرواتيا، حيث خاض خلال هذا المعسكر ودية أولى أقيمت أمس أمام أولمبياس ليفيني. من جانبه يرى محمد يوسف المدرب العام للفريق الأحمر والقائم بأعمال مدير الكرة أن الأمور تسير بصورة جيدة خلال معسكر الفريق في كرواتيا، الجميع يعيش في حالة من التركيز الشديد، هو ما يظهر بوضوح في التدريبات، مشيرا إلى أن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون يحرص على الحديث مع اللاعبين قبل بداية التدريبات لشرح الهدف منها ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة. يوسف ألمح إلى أن السلوك الانضباطي للاعب الأهلي داخل وخارج الملعب خلال معسكر كرواتيا وحرصهم على الالتزام بالتعليمات، مشددا في الوقت ذاته على أن هذا الأمر ليس بغريب على لاعب الأهلي، هو أمر معتاد ومعمول به، متمنيا أن يحقق هذا المعسكر الخارجي الأهداف المخططة لها من جانب الجهاز الفني. في السياق ذاته حرص كارتيرون على عقد اجتماع مع لاعبيه على هامش معسكر الفريق بكرواتيا مطالبا إياهم بضرورة استيعاب أفكاره بشكل سريع من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة، خصوصا في ظل موسم مقبل مزدحم بالتحديات ما بين المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبطولتي الدوري وكأس مصر. كما أكد المدرب الفرنسي على أهمية المباراتين القادمتين للأحمر في دوري الأبطال أمام تاونشيف في دور المجموعات، مبديا ثقته الكبيرة في كافة لاعبيه وقدرتهم على تحقيق أحلام وطموحات جماهير الأهلي العريضة. تؤمن الجماهير الحمراء بأن المستحيل ليس أهلوي وأن كتيبة كارتيرون قادرة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والخروج منها إلى آفاق العودة لمنصات التتويج بالقارة السمراء ومعانقة الكأس الغالية للمرة التاسعة في تاريخه المدجج بالألقاب والإنجازات. حضراتكم من جديد، حضراتكم شفتوا التقرير اللي من خلاله بيان لكم قد ايه ان شاء الله الفريق يكون جاهز لمباراه تاونشيب البتسواني، وان شاء الله كل على استعداد لهذه المباراه. عايز اكمل لكم بس بقيه تصريحات محمد يوسف قبل ما نروح لبقيه اخبارنا. محمد يوسف قال لباتريس كارتيرون مستحيل يغير خطه اللعب اللي هي 4-2-3-1 اللي متعود عليها لاعيبه النادي الاهلي، وقال لك ان ده نظرا لضيق الوقت. بصراحه انا معاه تماما، لان ما ينفعش غير طريقه لعب في ايام او في اسابيع قليله واللعيبه تستوعبها. اللعيبه حافظه 4-2-3-1، لكن ممكن يبقى عنده تغييرات في بعض المسائل الفنيه في 4-2-3-1 بالنسبه للثلاث مهاجمين اللي تحت الفيرود او الاثنين ديفندرات، هيلعب بيهم ازاي؟ شكلهم دفاعي، شكلهم واحد دفاعي واحد هجومي، هيبقى في واجبات هجوميه للاطراف ايا كان بقى احمد فتحي، علي معلول او محمد هاني، ايا كان اللي هيلعب او صبري الرحيل ايا كان.
تعليمات كتير ممكن يدخلها باتريس كالترون على 4-2-3-1، خصوصا انها طريقه مرنه جدا جدا وطريقه هجوميه جدا وطريقه دفاعيه ايضا جدا، لكن عايزه استيعاب الفكر التدريبي للمدرب. عشان كده محمد يوسف قال ان كالترون بيرفض رفض نهائي تغيير الطريقه في الايام المقبله نظرا لضيق الوقت. ده كلام محمد يوسف، ولهذا يسعى لتطبيق فكره بالشكل الذي لا يحدث او الذي لا يحدث خللا في الفريق، ده اللي بنتكلم فيه، وبما يتناسب مع طريقه اداء المنافس. يوسف كمان اكد وكشف مدى التطور في مستوى لاعبي النادي الاهلي ودرجه انسجامهم مع بعضهم البعض، ده كلام محمد يوسف، مشيرا ان الجهاز الفني يضع خطه من اجل الوصول الى المستوى المأمول. قال كمان يوسف ان الامور تسير بصوره جيده للغايه والجميع يسعى لتحقيق اقصى استفاده من المعسكر، وده الكلام اللي بيتكلمه كل اللعيبه في التقرير اللي ذكرناها مع حضراتكم او اللي استعرضناها مع حضراتكم في الايام الماضيه، وشفنا كل اللعيبه بيقولوا ان المعسكر فعلا بيسير بشكل جيد جدا، كله ملتزم، كله عايز يبين للجميع ان هو على قدر المسؤوليه، ولاعيبه النادي الاهلي دايما على قدر المسؤوليه بصراحه، وحتى وان حدث اي حاجه سلبيه بتكون بره يعني بره قدرتهم تماما. كمان احنا قلنا مع امير هشام ان كالترون هيمنح لعيب الاهلي ان شاء الله راحه يوم الثلاثاء بعد الوصول الى القاهره. عارفين او بذكركم ان الفريق هيغادر كرواتيا مساء يوم 9 يوليو وتصل البعثه فجر يوم الثلاثاء ان شاء الله. الاهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش زي ما قال لنا امير، ان شاء الله يوم 11 بعد الاجازه هيواصل تدريباته على ملعب التتش. انا بقول لكم بس الاخبار كده، احنا قلنا الكلام ده كله مع امير ما شاء الله يعني غطى كل الكلام، والاهلي يدخل معسكر مغلق بالاسكندريه 12 يوليو هيكون من خلاله مباراه قبل مباراه بطل بتسوانا. ممكن ناس تقول يا جماعه الفتره قليله جدا، يوم 12 ويوم 17 المباراه تكون اول يوم في معسكر الفريق يوم 12 ان شاء الله، يعني هيبقى بعد كده قدام كالترون حوالي اربع ايام، واكيد اللعيبه هتبقى عارفه يعني ايه مباراه وديه، اكيد هيبقوا عارفين ان يبقى في حذر في هذا اللقاء، اكيد كالترون كمان هينبه على الفرقه المنافسه ان الموضوع يبقى في اطار المباراه الوديه ما ياخدش الشكل العنيف للمباراه الرسميه. ايضا احنا اتكلمنا عن المباراه الوديه خلاص، عايز اقول لكم بقى نروح لاخبار المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي بيخوض وديه اوروبيه في سبتمبر المقبل. الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقياده الكابتن شوقي غريب قال ان هو هيخوض 3 مباريات وديه خلال سبتمبر واكتوبر ونوفمبر المقبلين في اطار برنامج الاعداد للتصفيات المؤهله لامم افريقيا ومنها الاولمبياد طوكيو. ان شاء الله كل التوفيق ليك يا كابتن شوقي. الجهاز الفني بيقول ان هو هيلعب مباراه وديه اوروبيه، ماشي مع ان احنا هنلعب بطولات افريقيه بس اكيد ليهم راي تاني، ثم وديه عربيه هيلعب مباراتين وديتين اوروبيتين ثم وديه عربيه في اكتوبر واخيرا وديه افريقيه في نوفمبر، يعني في ختام مباراته الوديه. ماشي كده تمام. والمنتخب الاولمبي حضراتكم لو تفتكروا خاض مباريات وديه مع السعوديه والجزائر وتونس مؤخرا. ايضا كرم كردي ومجاهد يلحقان بابو ريده في روسيا لحضور كونجرس الفيفا. الثنائي كرم كردي واحمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره يطيران الى روسيا لحضور اجتماعات كونجرس الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي فيفا على هامش مباراه الدور نصف النهائي ونهائي كاس العالم 2018 في روسيا. شايفين مباريات يا جماعه وشايفين الدنيا عامله ازاي في كاس العالم، حاجه جميله جدا وفعلا بطوله ناجحه بكل المقاييس حتى كمان في نتائجها. ويلحق كردي ومجاهد بهاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره الذي سافر امس الاول لحضور مباراة الأدوار الحاسمة في المونديال بجانب اجتماعات الكونجرس. عارفين فرنسا وبلجيكا صعد لنصف نهائي المونديال، والنهاردة انجلترا مع السويد، انجلترا أقصد السويد بهدفين مقابل لا شيء، وكرواتيا وروسيا بعد قليل مباراة برضو يعني خارج التوقعات. هل الروس هيعملوها يوصلوا للدور قبل النهائي، وخصوصا بقى ملعب وجمهور وأجواء وكل حاجة مهيئة روسيا ان هي تصعد للدور قبل النهائي، وكرواتيا مش الفريق المرعب قوي زي بلجيكا وزي انجلترا اللي صعدوا للادوار النهائية. منتخب البلجيكي امبارح عمل مباراة ولا اروع بصراحة. طيب دي اتحاد الكرة. كمان خبر اعتقد ان كل الجماهير المصرية مستنيين يشوفوا مين المدير الفني للمنتخب المصري، كلها اجتهادات
يعني بيقولوا ان في حازم امام قعد مع رينارد وعرض عليه 120 الف دولار شهريا لتدريب المنتخب المصري. لسه بقى مستنيين الموافقه من هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي، هل هو هيستمر مع المنتخب المغربي، هل هيسيبه، هل في عقد اتعمل؟ بيقولوا لا ما فيش عقد اتعمل، ممكن راح رينارد يسيب المنتخب المغربي. هنشوف، يا ريت، مدرب غايه في الروعه لكن هيتاقلم مع الاجواء المصريه، ده اللي لسه هنشوفه هيبقى يرفض ولا هيقبل. ده كان رينارد، وقال ان كمان ان هو كان بياخد 81 الف دولار في المغرب، احنا عارضين عليه 120 الف دولار، لكن هو بصراحه مرتبه ممكن يبقى اكتر من كده بكتير، خصوصا هو مطلوب في فرق كبيره. كمان ابو ريدا بيستغل سفره لروسيا للتفاوض مع مدرب كرواتيا، مدرب الكرواتي داليتش، هاني ابو ريدا بيفاوضه لتدريب المنتخب المصري. يعني اجتهادات زي ما بقول لحضراتكم، في الاول وفي الاخر نفسنا في مدرب بيفهم طبيعه الكره المصريه. مش عايز اقول طبيعه الكره المصريه بصراحه، احنا مالناش طبيعه خاصه يعني احنا اللعيبه لو شكلتها على اي شكل هتقول لك ماشي، لكن هتقول المدرب اللي شكل اللعيبه دي وفروا له الاجواء اللي تخليه ينجح، لكن المدرب يكون يعني عنده فكر، عنده فكر يقنعنا بيه. برضه مش عايز اتكلم كتير في قبل كده، لكن احنا كله هو زي ما انتم شايفين، حازم امام مع هيرفي رينارد، وابو ريدا مع داليتش مدرب المنتخب الكرواتي، واللي دخل ضمن حسابات الجبلاء لتدريب منتخب مصر خلفا الارجنتيني هيكتور كوبر. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني، ان احنا نلاقي مدرب يليق باسم مصر فعليا. عمرو ورده النجم المصري مطلوب في الدوري التركي. ترابزونسبور التركي دخل في مفاوضات مع عمرو ورده لانضمامه ليه في الموسم المقبل. عارفين ان عمرو ورده، طيب معايا الاستاذ الكبير الاستاذ حسن المستكاوي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. اهلا، منور قناه الاهلي كلها. الله يخليك، منوره بالكيان. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. يعني طبعا اعتقد مش هنلاقي احسن من راي حضرتك في المدربين المعروضين على منتخب مصر، ونفسنا في مدرب. لسه كنت بقول لأستاذ حسن من شويه، يعني نفسنا في مدرب يقنعنا قبل ما يبقى مدرب اسمه كبير. مدرب مهم يكون يعني هم عارفين اصلا جايبينه ليه عشان يعمل ايه بالظبط. مش الحكايه ما بتبقاش مدرب كده بس، مدرب يعني عنده حاجه عايز يعملها، مكلف بيها، يعد فريق، بيجهز فريق، يعمل خطه لاعداد فريق في 2022 لازم يعني يبقى التفكير يبقى كده يعني مش مدرب عشان كاس الامم بس، مدرب عشان بطوله جايه ولا بطولتين جايين. احنا بنعمل حاجه لاربع سنين، بنعمل حاجه مش لاربع سنين بس، بنعمل حاجه لثمان سنين لعشر سنين قدام. يعني كل الدول اللي اتقدمت فيهم بلجيكا حتى والمانيا قبل كده، بلجيكا يعني في تقرير منشور على الناس اللي بتلعب النهارده في منتخب بلجيكا، صور ليهم وتقرير ان هم اشبال المستقبل. الكلام ده من 16 سنه. كلهم دلوقتي بيلعبوا في منتخب بلجيكا. احنا بنعمل الحاجات دي ولا ما نعرفهاش يعني؟ لا بصراحه لا، يعني عشان بس لما نعرف الحاجات دي ونفكر فيها وتبقى بنخطط لقدام وعلى اسس علميه وفي كل حاجه متوفره عشان الخطه تتعمل دي، وازاي نهتم باجيال الناشئين، وازاي ننقي الناشئين دول بعيد عن المحسوبيه والكوسه ومش عارف ابو مين يكلم مين والحاجات دي كلها. لما تتغير صدقني هنبقى كويسين يعني. الحكايه مش حكايه مدرب اجنبي يعني، بعدين المدرب لازم يبقى عنده شخصيه وعنده فكره وعنده فلسفه وعنده رؤيه معينه هاي بيعملها يعني، مش مجرد ثاني مد وخلاص يعني. يعني يا فندم احنا بنقول الحاجات دي من زمان جدا. والله من زمان قوي يعني. بتقولها من زمان. لكن مفيش جديد برضو للاسف. لا للاسف، لان اصل اللي انا بقوله ده على قد ما هو بسيط يعني، لكن متعب طبعا. اكيد في شغل، اكيد شغل 24 ساعه كل يوم لمده سنين، بغض النظر مين اللي موجود يعني.
اداره بتسلم اداره، لكن السياسه محطوطه على اسس علميه وكل واحد بيكمل الدور بتاعه يعني. انا اسال حضرتك سؤال استاذ حسن، يعني بصفه حضرتك ناقد رياضي كبير جدا، يعني هل فعلا كان دايما هيكتور كوبر يقول ايه هي دي الامكانيات المتاحه قدامي؟ هل فعلا احنا امكانياتنا كده؟ بص، فيه كل اللعيبه في العالم، كل مدارس، كل دول عندها امكانيات بدنيه وفنيه وممكن تكون يعني مختلفه عن دول ثانيه، لكن المدربين والاتحادات بتنمي الحاجات الكويسه وتعالج الاوجه القصور بأي شكل من الاشكال. ويعني والحقيقه برضه يعني يمكن انا صوتي زهقان شويه ان انا بتكلم في حاجه تنسيها، مش انا بس طبعا، ناس كتير قوي زمايلنا اتكلمنا سنين طويله اتكلمنا فيها يعني. فيعني مش الاسبان ازاي يعالجوا مشكله الجسم القليل مع عشان لما يجي يلعب مع الالمان الطوال مع الهولنديون يقدر يكسبهم. احنا السرعه دلوقتي سرعه، يعني كاس العالم ده طبعا الحقيقه الواحد بيقول ان السرعه اهم مهاره دلوقتي في الكوره، بتقول الكلام ده من 3 سنين بالزبط. وخمس سنين بالظبط. عيب قوي لما يبقى الناس بتاعت الاتحاد او حد خبير او مدرب يجي النهارده يكتشف ان السرعه دي حاجه مهمه، لان لما يبقى صحفي بيقول الكلام ده من 4 5 سنين المفروض ان الراجل اللي بتشتغل في المجال ده ومتخصصه وده الصناعه بتاعتها وشغلتها لازم يكون عارف معاك السرعه اهم مهاره. معاك مليون في الميه يا كابتن. النهارده هتلاقي كل الفرق اللي عندها لعيبه سريعه، زي ستيرلينج النهارده. السبعة والثمانية دي حاجات قديمة قوي. لازم الناس تفهم ده. كل معظم الفرق دلوقتي اللي وصلت للسيمي فاينل او سرعة وقوة بالظبط، بتعمل كونتر اتاك، بتعمل هجوم المضاد بالظبط. يعني الحاجات دي والله بديهيات بصراحة، مش محتاجة انك تسألني انا عشان تتقال. المفروض الناس بتاعت الكورة اللي عايشة والصناعة وهي اللي بتديرها تبقى عارفة الكلام. والله يا كابتن انا متاكد واثق مليون في الميه ان كلام حضرتك صح، يعني مليار في الميه، مش مليون في الميه بس. طبعا لما حضرتك تقول الكلام ده تاني لكل الجماهير الاهلاويه تحديدا والجماهير المصريه بتسمعنا دلوقتي اكيد يعني يا رب يتحركوا. لكن انا مع حضرتك دايما، حضرتك قلت حاجه جميله جدا، ما ينفعش انا، هو ينفع طبعا لحضرتك يعني ليك باع طويل في الرياضه المصريه، لكن ينفع، لكن برضه انت بتقول ان ما ينفعش انا اقول كلام، المفروض ان هم الاولى ان هم يكونوا عارفين. وزي ما احنا ما حد عادي كان بيعدل على طريقه مستر هيكتور كوبر وكان بينتقده، كنت اقول برضه ما ينفعش ان انا مشاهد عادي ان انا اقول مستر كوبر عنده اخطاء في كذا وكذا وكذا. فيعني انا بضم صوتي طبعا لصوت حضرتك وصوت الملايين. يعني مش هيفوتني ان انا اسال حضرتك عن شكل الدوري الجديد في عيون الاستاذ الكبير حسن مستكين. لا معلش، يعني ده مواضيع بقى الحقيقه الواحد بيتكلم فيها كتير قوي يعني، معلش يعني. فيعني شكل الدوري مش شكل الدوري بقى يعني تاني هنبتدي الدوري بعد 3 ايام وبتسالني النهارده شكل الدوري ايه؟ يا راجل ده معقوله يعني؟ يعني انت اول مره تشرفني يا استاذ حسن على هنا على القناه، فانا يهمني رايك قبل ما اي حد يهمه. يعني شكل الدوري زي ما هو السنه اللي فاتت اللي قبليها، شكل الدوري ايه؟ احنا هنخترع هو شكل الدوري ايه بقى؟ 18 فريق وزي ما اتقالوا، ويعني الحاجات دي يا جماعه بجد احنا كل سنه نتفاجئ ونعمل ونناقش نعمل العجله ازاي ونخترعها ازاي. مش معقول بجد. ما انا عايز اسمع منك الكلمتين دول على فكره. يا عم الكلمتين بس يا عم انا زهقت بجد كل الكلام ده بقى، مش عايز اقول لك يعني بقوله بقالي 30 سنه والله. والله العظيم عارف بس احنا بيقولوها بقى لها 30 سنه اولى يعني. أنا عارف وباين على صوتك ناقدنا الجميل، ناقدنا الكبير الأستاذ حسن مستكاوي، شكرا جدا لحضرتك. يعني فعلا يعني الراجل بيتكلم حسن مستكاوي يا جماعة، يعني ليه باع كبير في الرياضة المصرية، بقول بقالي 30 سنة بتكلم، أنا متعمد أن أسأله على شكل الدوري عشان كل الناس يعني يشوفوا بقى والدنيا ومش عارف إيه، هو نفس الشكل. إحنا بس عشان يبقى إحنا مش لينا صوت هنا، احنا بس اهلاويه بس، لكن هو الراجل من صوته ومن خنقته في الكلام ان شاء الله يا رب يبقى في جديد عندنا. دي كانت الاخبار الاتحاد
احنا قلنا خلاص عمرو ورده مطلوب في الدوري التركي، كل التوفيق لكل محترفينا وكل نجومنا المصريين. اهم ما اقول في مداخله استاذ حسن السكاوي كمان ان المدرب له قيمه، ما ينفعش اقول دي امكانياتي خالص، ما ينفعش يبقى عندي 100 مليون واحد واقول دي امكانياتي، ما ينفعش ان انا ابقى عندي كل الكم من اللعيبه المصريه وفي الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه والدرجة الممتاز واقول ان انا ما عنديش غير فريق واحد، ما ينفعش. هو المدرب زي ما قال استاذ حسن نوفر له الاجواء، نوفر الاداره الكافيه لكل حاجه وان شاء الله كل حاجه تنجح، لكن عايزه مجهود زي ما قال برضو الاستاذ حسن المستكاوي، عايزه مجهود كبير جدا، وان شاء الله نشوف الحاجات دي ان شاء الله ونعملها. تعالوا نرجع لاخبار النادي الاهلي تاني، او اخبار طيب قبل ما نروح لعائله الاهلي نروح نشوف تقرير، نشوف منه رسائل الجماهير الاهلاويه للاعبي النادي الاهلي ونرجع لحضراتكم على طول. ان شاء الله يكون في استفاده للفريق كله والجهاز الفني الجديد وتوائم ما بين اللعيبه وتجانس في الفتره الجديده، سواء كانت النتيجه بالمكسب او التعادل، المهم ان هي تكون نتيجه ايجابيه عشان المعنويات الخاصه باللعيبه. اتمنى ان هو المعسكر ده يكون يعني فتره تعارف كويسه بالنسبه لهم في بدايه الموسم، وان شاء الله تكون بدايه لموسم ان شاء الله يكون ناجح. يعني تجربه جديده مع مدرسه جديده في النادي الاهلي، كارتيرون السي في بتاعته تعتبر كويسه، عنده خبره بافريقيا، لعب في الدوري المصري هنا وشاف الفرقة عاملة ازاي، فبرضو شكل اللعيبة مش جديد بالنسبة له، شكل الدوري مش جديد بالنسبة له. كل اللي احنا بنتمناه ان شاء الله ان هو يبقى على قد مسؤولية النادي الاهلي، واحنا متوسمين في خير. استفادة طبعا الجهاز الفني يتعرف شوية على اللعيبة ومهاراتها وكده، ويعني ان شاء الله يعملوا حاجة كويسة. يعني انا شايف ان هو لا مفيد جدا، معسكر مهم طبعا للاهلي، وان شاء الله الاهلي يستفيد منه تمام، واللعيبة يتعرف على المدير الفني الجديد، والمدير الفني ان شاء الله يكون حاجات ايجابيات يزودها على الفرقة اكتر، وان شاء الله مثلا يعدوا مع جمل تكتيكيه اكتر وكده ويخلي الاهلي يكسب ان شاء الله. طبعا هتابع اعداد كويس لبطوله افريقيا مما لا شك فيه، واحتكاك طبعا بالفرق الاوروبيه ده يعني هيزود طبعا من خبره لعيبه النادي الاهلي، وهيديهم ثقه اكتر في ماتشات افريقيا، وطبعا بتمنى لهم كل التوفيق. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني دي كانت بعض من اراء الجماهير الاهلاويه لمعسكر الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي، كلهم ثقه اكيد في لعيبه النادي الاهلي، وانا قلت لكم دايما ان هم عند حسن ظن الجماهير الاهلاويه. عايز اقول لكم النهارده الكابتن محمود الخطيب تفقد منتجع الاهلي بمرسى مطروح. السيد محمد مرجان المدير التنفيذي النادي الاهلي قال ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره حرص اليوم على زياره منتجع الاهلي بمرسى مطروح على رأس وفد ضم المدير التنفيذي السيد محمد مرجان وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وكان في استقبال الكابتن الخطيب والوفد المرافق له السيد نبيل هلال مدير المنتجع. قال كمان كابتن محمد مرجان اللي الكابتن الخطيب حرص على متابعة كل كبيرة وصغيرة، زي ما احنا معودينكم ان احنا كل يوم بنقول لكم ايه الجديد في مشروع او في عائلة النادي الأهلي، عشان كده بنقدم لكم كل اللي حضراتكم بتشوفوه، بنحاول نجيب لكم كل الاخبار المتعلقه ببرنامج عائله الاهلي. السيد محمد مرجان والكابتن محمد مرجان قال ان هو بيشوف كل كبيره وصغيره الكابتن محمود الخطيب في هذا المنتجع، وشاهد عمليه تسكين الاعضاء مع بدايه فتره اقامه الفوج رقم 13 ومغادره الفوج الذي سبقه، وتحدث مع الاعضاء لمعرفه احتياجاتهم وارائهم في الخدمات المقدمة لهم. دي صور من زيارة الكابتن محمود الخطيب، أو دي صور أرشيفية معانا. أوضح الكابتن الخطيب كمان طلب من مسؤولي المنتجع إعداد دراسة شاملة مع نهاية الموسم الصيفي هذا العام تتضمن كافة احتياجات الأعضاء ومطالبهم لتلبيتها فورا قبل انطلاق الموسم الصيفي الجديد في العام المقبل. ده الكابتن محمود الخطيب اللي طلبه من مسؤولي المنتجع. الإدارة التنفيذية كمان نجحت هذا العام في زيادة عدد الأفواج من 18 فوج إلى 26 فوج، مع تخصيص 13 فوج لرواد النادي لتلبية الطلب المتزايد من أعضاء الأهلي بقضاء مصيفهم في مرسى مطروح والاستمتاع بمنتجع النادي وما يشهده من تطور وتطوير وارتقاء مستمر بالخدمات. أيضا إنشاء فرع جديد لأكاديمية النادي الأهلي بمطروح. كابتن محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي
قال ان احمد ترام او ترام عمدة مرسى مطروح حرص على عقد جلسة مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي خلال الزيارة التي قام بها كابتن الخطيب والوفد المرافق رأس السبت اليوم لمنتجع النادي بمرسى مطروح. أضاف كابتن مرجان أن طرام تقدم بطلب الرئيس الأهلي لإنشاء فرع جديد لأكاديمية الأهلي بمحافظة مرسى مطروح، وتم التواصل على الفور مع الكابتن خالد بيبو مدير أكاديمية الأهلي للبدء في إنشاء الفرع الجديد وتوفير كل ما يلزم حال الاستقرار على المكان والملاعب بالمحافظة. حاجة جميلة برضو إن يبقى عندنا فرع في مرسى مطروح لأكاديميات النادي الأهلي، ما شاء الله إن شاء الله تكون في كل مكان، في كل مكان إن شاء الله. طيب علشان أقول لكم مزيد من التفاصيل معايا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من مطروح. فاروق أهلا بيك. تحياتي ليك كابتن ميدو ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل. قول لنا بقى الزياره دي كانت ايه شكلها النهارده، قول لنا كل التفاصيل اللي عندك يا فاروق. هو الزياره النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والسيد اللواء محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي تشرفوا بالحضور لمنتجع النادي الاهلي بمرسى مطروح. كابتن محمود الخطيب حب بنفسه يتابع، طبعا كان من ضمن برنامج عائله الاهلي هو منتجع مرسى مطروح والانشاءات اللي فيه وتحديث وصيانه المنتجع بصفه مستمره، حب ان هو يكون موجود في ارض الواقع ويقابل اعضاء النادي الاهلي. طبعا الافواج مستمره، فالنهارده اجتمع مع الاستاذ مديل هلال مدير المنتجع والمهندس سامح المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي، تابع بنفسه عملية الصيانة المستمرة والتحديث لمنتجع النادي الأهلي بمرسى مطروح. اجتمع أيضا مع أعضاء النادي الأهلي وحب يسمع متطلباتهم، ولقى يعني الأمر ده لقى استحسان أعضاء النادي الأهلي اللي أجمعوا إن الأمر ده كانوا مفتقدينه في الفترة اللي فاتت، إن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يكون موجود معاهم في منتجع مرسى مطروح ويتابع بنفسه الامور. هذه الامور هي في اشاده كبيره قوي من الجانب الاعضاء لزياره الكابتن محمود الخطيب، ايضا اشاده بالقائمين على منتجع مرسى مطروح من الخدمه من النظام من الامن، امر يعني يليق فعلا باعضاء النادي الاهلي. من جهه اخرى اجتمع الكابتن محمود الخطيب مع اجتمع مع الشيخ مشايخ عرب شيخ مشايخ قبائل مطروح الشيخ احمد الترام ونقل له امال وطموحات اهالي مطروح بانشاء اكاديميه وطالب ان هم ينشئوا اكاديميه للنادي الاهلي في مرسى مطروح. وبالفعل يعني الكابتن محمود الخطيب تشاور مع الكابتن خالد بيبو، وخلال الايام الكابتن خالد المدير العام لاكاديميه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه ان شاء الله هيتم انشاء اكاديميه للنادي الاهلي بمرسى مطروح. شعبية النادي الأهلي زي كابتن ميدو عارف في مرسى مطروح، الشيخ مشايخ قبائل مطروح أجمع أن النادي الأهلي بيتمتع بشعبية 80 أكثر من 80 أو 90%. الأمور هنا في مطروح جميلة، الجو ممتاز، المنتجع يعني في أجمل صورة، وضع استراتيجي كمان للمنتجع أجمع عليه الأعضاء مش موجود في أي مكان تاني. يعني أنت اتبسطت النهاردة أهم حاجة فاروق؟ اه كابتن شايفك يعني بتقول المنتجع والاجواء اكيد يعني زياره ناجحه بكل المقاييس يا فاروق، وحاجه تشرف، وكمان في اكاديميه ان شاء الله بتتعمل في القريب العاجل بمرسى مطروح هي تحت اسم النادي الاهلي، واكيد كانت زياره حملت كل الاهداف وان شاء الله يكون القادم افضل. فاروق صلاح شكرا جدا ليك. طيب معانا على التليفون المهندس نبيل هلال مدير منتجع. طيب هتقولنا على التليفون عشان كمان نشوف كل ردود الافعال النهارده اثناء زياره الكابتن محمود الخطيب لمنتجع مطروح. عايز اقول لكم ان خلاص احنا قلنا موضوع الاكاديميه، وان شاء الله يكون في اكاديميه قريبه جدا لما نلاقي ملعب مناسب لهذه الاكاديميه. خالد بيبو ما شاء الله كمان باذل مجهود كبير جدا في اكاديميات النادي الاهلي اللي شغاله حاليا. انا قلت لكم ان قطاع الناشئين بيشهد طفره في الوفود المتلهفه بصراحه ان هي تروح النادي الاهلي تكون في النادي الاهلي. كمان قلنا اللي ما وفقش في اختبارات النادي الاهلي في مدينه نصر عندنا الاكاديميات مفتوحه لاي حد. ايضا الكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان الاهلي يسعى لاضافه 30 غرفه جديده بمنتجع مطروح، اعداد كبيره جدا عايزه تروح هذا المنتجع، عشان كده
العميد محمد مرجان. طيب هنشوف تفاصيل اكتر بقى من المهندس نبيل هلال مدير منتجع الاهلي بمرسى مطروح. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك، بس انا مش مهندس. انا كنت هقول لك التايتل ايه حالا اهو. انا 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 بكالوريوس تجاره رئيس. استاذ نبيل، استاذ نبيل هلال. اتفضل يا فندم تحت امرك. استاذ نبيل هلال اهلا وسهلا بيك الاول، وكل سنه حضرتك طيب. والحمد لله يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب، ودايما الاهلي كده ان شاء الله كل خير باذن الله يا رب. طمنا بقى بشكل عام كده عن المنتجع والوفود اللي عند حضرتك والشكل العام، وزاره الكابتن محمود الخطيب النهارده اكيد كان ليها ردود افعال. طمنا على على كل هذه التساؤلات. والله الكابتن شرفنا النهارده مع العميد محمد مرجان المهندس سامح المشرف العام على الاداره الهندسيه. الحمد لله الزياره جت في يوم بيبقى فيه يوم تبديل افواج، كان حاجة جميلة جدا ان الكابتن جاي يطمن على مستوى الخدمة والاداء في المنتجع. والحمد لله الاعضاء اللي ماشيين يعني كان عندهم الرضا كامل، وعبروا للكابتن خطيب عن شكرهم على مستوى الخدمة واهتمام مجلس الادارة وادارة النادي بالمنتجع لدرجة ان هو يوصل للمستوى ده. الحمد لله يعني يضاهي افضل الاماكن في الساحل الشمالي كله الحمد لله. يا رب دايما كده ان شاء الله من تقدم لتقدم. يعني قول لي برضو يعني نيجي نصيف عندك ولا ايه؟ يعني برضو اديني كده طمني. ده احنا فوق راسنا من فوق. يا مكانكم يا رئيس. ربنا يخليك. الحمد لله ابتدينا من شهر 4 كان خطه مجلس الاداره السنه دي ان احنا نبتدي بدري شويه عشان نوفر اكبر فرص ممكنه لاعضاء النادي، لان طبعا حضرتك عارف ان المنتجع عدد الاوض اللي فيه محدود 56 غرفة. أنا كنت لسه بقول كمان سيادة العميد محمد مرجان مدير التنفيذي بيطلب بزيادة عدد الغرف 30 غرفة إضافية. والله الحمد لله كلمنا الكابتن النهاردة، والكابتن كان متجاوب معانا في طلبات كتير وقال كل ده هيدرس وإن شاء الله هيتم العمل على تنفيذه في أسرع وقت ممكن، لأن زيادة الغرف دي هتوفر لنا خدمات أكتر للأعضاء وتوفر لنا فرص أكبر للسادة الأعضاء إن هم يجوا يشرفونا في منتجع مطروح ويستمتعوا بجو مطروح الجميل ده. يعني اكيد اكيد انا عاوز اقول لحضرتك النهارده مطروح كلها النادي الاهلي كان قبله ليها، يعني شيخ مشايخ عمر مطروح الراجل شرفنا النهارده لما عرف ان الكابتن خطيب موجود وقعد معاه، ويعني وكان لقاء يعني جميل جدا. والكابتن خطيب ان شاء الله يعني انا اعتقد ان المواقع قالت ان في مشاريع بالنادي الاهلي في مطروح فيما يخص اكاديميه جديده وكده، يعني كان لقاء جميل. والكابتن خطيب لما يكون موجود في اي مكان مش محتاج الواحد يقول لحضرتك اكيد ده بصرف النظر ان هو رئيس نادي الاهلي واسطوره الكوره وحاجه جميله جدا جدا، يعني بيفرح الناس برؤيته. اكيد بيلعبوا الكوره اساسا، ما يعرفوش حاجه عن الكوره بيحبوا الكابتن خطيب. اكيد دي حقيقه، دي حقيقه. الحمد لله كان يعني اعتقد ان هو مشي راضي عن مستوى الخدمه، واكد عليا ان ان شاء الله نستمر بالاسلوب ده ونحاول نحسن اكتر كمان، وربنا وفقنا ونلاقي الرضا ده لغايه اخر فوق. احنا اخر فوق عندنا 15/10 يعني ينتهي يوم 13/10 تحديدا، يعني فربنا سهل ان شاء الله ويبقى الرضا يعني موجود لغايه اخر فوق باذن الله من رضا المعارف. اكيد يا استاذ نبيل. لا انا قلت كمان خبر ان عمده مرسى مطروح احمد طرام تمام كده اللي حضرتك ذكرته من شويه كان عايز. مش عمده مطروح يا فندم، ده عمده عمد مطروح، يعني عمده عمد مطروح. شيخ مشايخ عمد مطروح. تمام. عمد احمد طرام. ان شاء الله نعمل لكم اكاديميه تليق بيكم ان شاء الله وتليق باسم النادي الاهلي، بس هاتوا لنا مكان كويس كده وان شاء الله فور وجود المكان نعمل اكاديميه كبيره باسم النادي الاهلي في مطروح. لا هو انا كلمت العمده طرام وهو الراجل يعني قال لي باذن الله من غير ما اقطع في اقرب وقت هيكونوا محددين مكان يعني ان شاء الله يمكن ما تمرش السنه دي الا لما يكون في اكاديميه للنادي الاهلي باذن الله في مطروح ان شاء بإذن الله. باذن الله يا استاذ نبيل. انا بعرض صور ارشيفيه لزياره الكابتن محمود خطيب النهارده، وان شاء الله بكره يبقى في تقرير كامل عن الزياره بالصوت والصوره. استاذ نبيل هلال مدير منتجع الاهلي بمرسى مطروح، كل التوفيق ليك فيما هو قادم ان شاء الله، يكون منتجع يليق باسم النادي الاهلي دائما، هو حاجه جميله جدا. طيب نرجع للكابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي مبروك حاجة جميلة جدا، كابتن فتحي مبروك وقت ما تحتاجه تلاقيه، قطاعات الناشئين الفريق الأول
مدير قطاع ناشئين، مساعد مدير قطاع ناشئين، ماسك فريق 20 سنة فريق الشباب، حاجة جميلة جدا، راجل في منتهى الاحترام وقمة في الاحترام، حاجة طليق فعلا باسم النادي الأهلي وحاجة مشرفة في أي مكان. كابتن فتحي مبروك، رجل له قيمة كبيرة وعاشق من عشاق الأهلي ومعشوق أيضا الجماهير الأهلوية. تعالوا نشوف تقرير عن الكابتن فتحي مبروك ونرجع لحضرتكم على طول. الخلوق المنقذ هي ألقاب أطلقتها جماهير المارد الأحمر على أحد أبناء النادي الأهلي وهو الكابتن فتحي مبروك، الذي تميز طوال مسيرته الكروية سواء كلاعب أو كمدرب بالأخلاق العالية والأدب الجم. بدأ فتحي مبروك مشواره مع الكرة في صفوف ناديه الذي يعشقه، حيث انضم للنادي الأهلي وهو في سن 9، تدرج في فرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول، حيث شغل مركز المدافع الأيسر بكفاءة مما أهله للانضمام لمنتخبنا الوطني، شارك معه في كأس الأمم الإفريقية عام 80. بعدها بعام اعتزل مبروك اللعب، اتجه لمجال التدريب، تولى تدريب العديد من الأندية وحقق الكثير من الإنجازات سواء مع الأهلي أو منتخب مصر، لعل أبرزها التأهل لنهائيات كأس العالم 90، وكذلك الحصول على كأس الأمم الإفريقية عام 98 مع الجنرال الراحل محمود الجهري. مع الأهلي حقق مبروك الفوز بلقب كأس مصر عام 2003 في ظل ظروف صعبة جدا بعد ضياع بطولة الدوري في آخر مباراة أمام إنبي، حيث كان يقود الأهلي وقتها الهولندي بومفرير، وأيضا الفوز ببطولة الدوري موسم 2013-2014 وبعد اعتزال مجموعة كبيرة من نجوم الفريق الكبار بحجم أبو تريكة، محمد بركات، وائل جمعة، ودخول لاعبين ناشئين والاعتماد عليهم أمثال محمود حسن تريزيجيه، رمضان صبحي، كريم بامبو. كل هذه المواقف وغيرها الكثير جعلت جماهير الأهلي تضع ثقتها في فتحي مبروك، وكذلك إدارة النادي الأهلي التي تعتمد عليه في الأوقات الصعبة. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم، وشرفني ونورني النجم الكبير كابتن عمرو الحديدي، نجم الاهلي ونجم مصر. منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن ميدو. عامل ايه؟ الله يكرمك. بس الشنب مش الشنب بتاع زمان كده، في حاجه حصلت؟ بقلله شويه داخل مسلسل. عايز اقول لكم ياما رعبنا في شنب، ده عامل حد تحس ان وكيل ناوي داخل عليك. منور الدنيا. ربنا يخليك يا كابتن. طمنا عليك. تمام يا حبيبي، الحمد لله كله تمام. نعم الحمد لله رب العالمين. فين دلوقتي؟ لا مريح شويه. بعيد عن الكوره؟ لا يعني كان اخر حاجه رئيس قطاع ناشئين في الانتاج الحربي. بعد كده الاجواء مش عاجبيني كالعاده. اه الاجواء مش عاجبيني خالص. كان معاك كابتن حسن مستكاوي من شويه، مش عايز اقول لك صوته عامل ازاي الاجواء. بص يا كابتن ميدو، اللي احنا شايفينه انت بتختار كفاءات بأني شكل. سؤال نفسي اطرحه لاي حد يرد عليا، هل هو ان انا اصعد لاعب يفيد الدرجه الاولى، ولا اخد مسابقه قطاعات ولا جمهوريه واقول ان انا اخدت مسابقه القطاع الناشئين؟ اصعد اكيد. انا واحد من الناس اشتغلت في نادي الجيش، صعدت 5 لعيبه، حسام حسن، فرويد سموحه، محمد اشرف رؤى، محمود حمدي الونش، طارق طه، اسلام الفار، بتاع نجوم المستقبل. تمام. طيب في سنه. واللي جالي في نص الموسم محمد السيد هاشم، ديفندر الاسماعيلي. ادي 6 لعيبه في موسم واحد. طول عمره ما كانوش بيحققوا بطوله، خدت بطولات 22 مره بدون هزيمه. والله والله يا عمرو لسه كان الكلام ده بيقوله الكابتن حسن مستكاوي، لسه بيقول لك احنا عايزين يعني الاختيارات اللي يبقى في حاجه واضحه قدامنا، استراتيجيه ماشيين عليها، يبقى في 1 2 3 4 5 في اهداف، في تارجت عايزين نحققه، لكن هو موضوع كبير. ما انا ما اعرفش حد. ما انا ما اعرفش حد عشان اشتغل. موضوع كبير جدا. طيب معايا الناقد الرياضي الاستاذ رضا سليم. اهلا بيك يا استاذ رضا. اهلا يا كابتن عبد الحميد، مسي عليك، مسي على كابتن عمرو الحديدي، ومنورنا دايما. كل سنه وحضرتك طيب. ايه الاخبار؟ طمني. النادي الاهلي شباب، نادي شباب الاهلي دبي من الانديه اللي بدات تعد بشكل جيد الموسم الجديد. الحقيقه النادي اعلن الان من ساعتين عن عقد مؤتمر صحفي عالمي غدا في مقر النادي لتقديم المدرب
الشيلي تيرا مدرب الاتحاد السعودي السابق اللي تم التعاقد معاه بشكل مسبق، لكن هيتم الإعلان عن صفقة المدرب وأيضا عن صفقات النادي للموسم الجديد. النادي السنة دي اتغير بشكل كبير عن المواسم الماضية. أنت عارف إن الموسم الماضي كان فيه دمج لنادي شباب الأهلي مع الأهلي مع الشباب مع نادي دبي. السنة دي بدأت الصورة تتضح قليلا، إن بدأت إدارة النادي الجديدة رئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المخدوم تعمل في اتجاه تظبيط كل الألعاب مش كرة القدم فقط. النادي بدأ يتحرك ويحط خطوط عريضة على مسألة التعاقدات الجديدة. يعني بالنسبة للمدرب اللعيبة الأجانب، هو طبعا يتعاقد مع الأرجنتيني دياز قادم من دلاف الأمريكي، تمام، ده من ضمن اللعيبة لعيب الوسط اللي يمكن ده بيأكد إن سيرة شاف مباريات الفريق وكان في مشكلة فعلا خط الوسط في نادي شباب الأهلي دبي. أعتقد إن اللاعب ده هيحل المشكلة دي في الموسم الجديد، بجانب البرازيلي دوفانور، وده من اللعيبة المميزين جدا الهدفين الممتازين، لكن ما زال هناك أكثر من مكان، هناك مكانين فاضيين في قائمة شباب الأهلي دبي، اللاعب الآسيوي ولاعب كمان، وده اللي شغال عليه النادي حاليا. هناك ترددات كثيرة بأن أكثر من لاعب قائمة الانتظار أو قائمة المفاوضات، منهم أحمد النيجيري، أحمد موسى مهاجم منتخب نيجيريا. على مستوى التعاقدات المحلية، ده لاعب عمل مباريات كويسة قوي في كأس العالم. فعلا هو قدم مستوى كويس جدا وجذب الانتباه، وفعلا شباب إدارة النادي بدأت دخلت معاه في مفاوضات جادة لانتقاله على حتى على سبيل الإعارة في الموسم. على مستوى الصفقات المحلية، أعتقد إن عودة أحمد خليل مهاجم الفريق السابق اللي خد تجربة في الجزيرة والعين أحد المكاسب الكبيرة للنادي في الموسم الجديد. أحمد معروف إن هو مهاجم منتخب الإمارات ولاعب مميز وقدم مستويات كبيرة جدا مميزة في الفترة اللي فاتت مع المنتخب، سواء منتخب الشباب أو الأولمبي أو المنتخب الدولي. في نفس الوقت هناك صفقات أخرى على المستوى المحلي وتجديد للعيبة، لعيبة كل اللعيبة اللي هم عقودهم انتهت تم التجديد لهم. أعتقد إن يعني نقدر نقول إن الأهلي بياخذ خطوات، شباب الأهلي بياخذ خطوات ثابتة لاستعداد الموسم الجديد. الموسم الجديد هيبدأ رسمي تجمع يوم الثلاثاء المقبل، على اعتبار إن ده أول تجمع. أنت عارف التجمع الأول دايما بيبقى فيه فحص طبي ولياقة والكلام ده، لكن هو هيخرج على معسكر في كان محدد له في إيطاليا، يمكن تم تغييره الآن إلى إسبانيا بطلب من المدرب يوم 17 شهر ده. يعني الفريق هيبدأ رسمي يوم الثلاثاء الجاي. ده يعني الاستعدادات اللي حضرتك بتقول عليها دي استعدادات نادي عايز ياخد كل البطولات. اعتقد ان الاهلي هو اهلي في دايره البطولات طول عمره. يعني شباب الاهلي دبي من افضل الفرق الاماراتيه اللي لها، يمكن احنا شفناه وصل نهائي دوري ابطال اسيا، فريق بيقدم لسنوات طويله، خد كل البطولات في موسم واحد. دايما شباب الاهلي في الامارات في دايره البطوله. ما خدش البطوله يبقى وصيف، يبقى ينافس على كاس رئيس الدولة، ينافس على كاس دوري المحترفين، ممكن على الدوري نفسه. يعني اعتقد ان هو الاهلي في حد ذاته، اسم الاهلي في كل مكان بيتردد دايما على القمه. والله كلامك صح يا رضا، يعني شكرا جدا على كل هذه التوضيحات استاذ رضا سليم الصحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه. كل التوفيق لحضرتك وكل التوفيق لنادي شباب اهلي دبي وكل التوفيق للكره الاماراتيه بشكل عام. شكرا جدا على هذه المداخله. الاهلي في كل حته جامد. طبعا كل الناس بيبقى في تخطيط يا كابتن عبد الحميد، كل تخطيط الناس بتخطط. الآن يقود حلم الإدارة والجماهير في أحداث طفرة ونقلة نوعية في قطاع الناشئين بالنادي الذي سيكون الرافد الرئيس في توفير ما يحتاجه الفريق الأول من لاعبين. فكل التوفيق للخلوق فتحي مبروك، فهو دائما وأبدا واحد أهلاوي. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني ده كان تقرير مختصر جدا عن الكابتن فتحي مبروك، لو قلنا فيه كلام كتير جدا مش هنكفيه حقه بصراحه. راجل عمرك ما سمعت ان هو عمل مشكله في النادي الاهلي، راجل شغال في اي مكان ما بيتكلمش خالص، راجل بيكون دايما عند حسن ظن الجميع. لو مسك فريق الاول بيحقق معاه نجاحات، لو مسك
فريق في الناشئين بيحقق معاه نجاحات دلوقتي، وماسك مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي ومحقق نجاحات في الاعداد الكبيره جدا اللي بتتهافت على النادي الاهلي بصراحه، يعني حاجه جميله جدا. طيب قبل ما اطلع فاصل عشان ارحب بضيفي الكريم او نستقبل ضيفنا الكريم كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن عمرو حديدي، هنطلع كمان نشوف تقرير عن اراء الجماهير في الكابتن فتحي مبروك ونستقبل ضيفنا الكريم. فتح مبروك في النادي الاهلي هنا نعرفه ونقول عليه الجندي المجهول للنادي الاهلي، يعني لعب فتح مبروك في مع جميع الاجيال، الاجيال اللي محمود عبد الحي وابراهيم عبد الصمد وناس كتير لعب معاه ومع كابتن حسن حمدي. كابتن فتح مبروك من الدفاعات او من الباكات اللي هي صلده متينه، ولعب مع الناس اللي هي الجيل الذهبي النادي الاهلي واثبت معاهم في فترات ان هو دفاع كويس ما كانش بيعدي منه حد، ولعب مع الخطيب ولعب مع ربيع ياسين ولعب مع حضر مع حسن حمدي، لعب كتير مع حسن حمدي وهو عاصر لعيبه كويسه، وكان هو باك كويس وفي نفس الوقت مدرب كويس وعمل انجازات في التدريب مع الاهلي. كابتن فتحي مبروك يعني ابن من ابدان النادي الاهلي، وهذا الشبل من ذاك الاسد، والده برضه كان يعني علامه من علامات النادي الاهلي. فتحي مبروك كان لاعب متميز وعاصر الفريق الكبير قوي بتاع النادي الاهلي، يعني لعب مع فطاح النادي الاهلي. وبعد ما خلص اشتغل في التدريب وكان كوتش متميز برضه حقيقه، يعني هو كلاعب متميز وكوتش متميز، وهو من ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين. تقدر تقوله باختصار شديد ان هو تاريخ من تاريخ الاهلي، يعني فتح مبروك يعتبر تاريخ، فمش محتاج انه تعرف اكثر من كده. مدرب قدير وكان دايما تحت امر الاهلي في اي وقت، كانت ليه وقفات بتتحسب له دايما، يعني كفاءته كانت عاليه جدا في التدريب وخبرته عاليه قوي وكان مواقفه حلوه جدا مع النادي الاهلي، فهو يعتبر مدربين كويسين جدا ومن الناس اللي خدمت الاهلي كويس قوي. مش لدوري بس بالظبط، ده بيخطط عنده خطه طويله المدى لثلاث اربع سنين عشان يفكر في بطولات محليه او تصعيد لعيبه للمنتخب او دخول في دايره كاس عالم، انه بيجهز من دلوقتي. عندنا مشكله كبيره جدا والله في الحته دي، فانا كان معايا امبارح جيانا فاروق، دي بطله العالم في الكاراتيه ان شاء الله، واخده 8 مرات بطوله العالم في الكاراتيه، فهي عندها اولمبياد قادمه يعني، فبقول لها استعداد، قالت لي والله لسه احنا ما استعدناش خالص لسه، يعني مستنيين ان احنا ندخل في دائره القطعه. طب الدول اللي قالت لي بتستعد من 2016 قطعه تحسب الموقف بس. للاسف يعني ان شاء الله انا اتدارك هذه الاخطاء، مع ان الاستاذ حسن مسكاوي بقى لي 30 سنه فاضل كام انت 30 سنه كمان؟ والله بصراحه بص مش عايز اقول لك، كانت مكالمه انت عارف الاستاذ حسن مسكاوي طبعا طبعا حاجه جميله جدا، كانت مداخله جامده جدا، مع انه كان صوته عارف مساله سؤال حزين ان هو بيجي، يعني بقول له شكل الدوري، قال لي لسه هتكلم في شكل الدوري، هو نفس الدوري، هو الشكل الدوري اللي احنا بنشوفه من سنتين من 10 من 20 ما اتغيرش. ما اتغيرش، مش هيتغير. ايه اصل انت بتغير منظومه كامله، مش بتغير افراد. انت بتغير منظومه كامله مش افراد يا كابتن عبد الحميد. الخطط انت بتخطط لايه؟ لدوري بس؟ خلاص، ما هو مع طول عمره بفضل الله بيفضل محسوم للنادي الاهلي على مدار 5 و6 و7 و10 و12 سنه.
ولو وقع مره بيردها بعدها 11 سنه كمان. انت اول تشوف مره تشوف دوري بالفرق اللي بنقضي كلها. هنتعب يعني. انا عارف هو كمان قال لي احنا عايزين شويه تعب، الناس تتعب بس، يعني الناس تتعب وتكلف نفسها تتعب وهتلاقي نتائج كويسه، لكن للاسف مفيش. هو ده اسمه دوري عينيه مركزه، اما نفوق ونخرج منه هتلاقينا بقينا كويسين. يعني عينيه مركزه حتى في ظل التطورات الجامده بتاعت الايام دي. هقول لك على حاجه، اللي انت شايفه من كاس العالم بتقول دوري خالي من النجوم. دوري خالي من اسماء مش متعود ان هي مش هم الاسماء. دوري مالوش اسماء بالافراد الاساسيه، دوري مالوش بالمنتخبات اللي ليها اسماء. سمعنا عن اسماء تانية جديده ابتدت تظهر في اذهان الناس. قصدك في كاس العالم؟ بالظبط، دوري كاس العالم بتظهر، بتسمع بتسمع حاجات جديده، اسماء جديده، مدافعين جداد، لعيبه نص ملعب على مستوى حراس مرمى، فراوده، اسم بقى منتخبات. والمفاجاه بقى في اسماء مدربين. بالظبط، مدربين دلوقتي بقت على الساحه ليها اسم. من مباراه واحده المدرب بلجيكا كل الانديه بتطلب التعاقد معاه، مارتينيز، ماتش واحد. حاجه جامده جدا، حاجه جامده جدا. 91 دقيقه انت بتشتغل باسلوب مكانات. احنا لسه النهارده كنا بنتكلم انا وزمايلي بنقول على لوكاكو وزنه 100 كيلو بس، حاجه ريشه. ايه الطياره دي؟ ريشه طيارة. ايه الطياره ده؟ بين الفرقه، بين الفرقه في اي وقت. فاكر رشيد إيه هازارد مثلا؟ ديني. مثلا الله يرحمه، حاجه كده. بتتكلم في هازارد، شوف عامل ازاي. ايه ده؟ ايه المحطه دي؟ فرقه مش طبيعيه. طبعا فرقه مش طبيعيه. مدرب عارف هو عايز ياخد ايه من الماتش. اعتقد ان هو معاهم هنري كمان بيمرن الثلاث النجوم دول، مش كده؟ حاجه نجم فرنسا بيمرن الثلاثه دول بس. للسرعات، واثنين عرب متجنسين بلجيكيين. طب احنا هنروح من الناس دي فين؟ هنروح نزور والله يا انت هنروح نزورهم. يعني يا جماعه عمرو الحديدي مش عايز اقول لكم يعني قد ايه هو دمه خفيف، يعني حاجه فعلا جميله جدا. ما يوريكوش الشكل والشنب ده حاجه ظبط مباحث حاجه والضحك حاجه رهيبه يعني. يعني تعال ندخل في الاهلي. تمام، مش هكلمك في اللي بيحصل للاهلي، الاهلي دايما كبير والاهلي دايما عند حسن ظن الجميع والاهلي هيفضل اهلي مهما حصل. يعني هكلمك في فريق الكوره، هكلمك في المعسكر اللي دلوقتي شغال تحت قياده الفرنسي باتريس كالتيرون. ايه رايك فيه هو كشخص كمدرب؟ لو عندك باك جراوند دي. اعتقد ان هو ظهر شكله واسلوب لعبه على وادي دجله في مباراه واحده اللي هي مباراه النادي الاهلي اللي هو كسب فيها 1-0. بالظبط. كابتن عبد الحميد مدرب شخصيه بنوعين. يعني شخصيه اولا ليها شقين. قيادي في الملعب، بيفرض سيطرته على اداء اللعيبه باسلوبه هو. يعني هنخرج بره النادي الاهلي، احنا شفنا جارديولا بعد برشلونه، شفنا الكوره بتاعته؟ لا، بس شفناها في الحته اللي هو بيروحها. تمام، رحنا في حته ثانيه. يعني يبقى الفكره انت ما تعرفش مدرب. المدرب تشوف الفرقه دي تقول لك دي اللي بمرنها جوارديولا. لا، هنقول السنين اللي فاتت دي كلها قلنا كره النادي الاهلي منحصره في مانويل جوزيه، صح؟ الشغل. طب ما نقول ان النادي الاهلي هو اللي عمل اسم مانويل جوزيه. دي حقيقه. اللي بيعمل بالظبط. يبقى وارد حاجتين، المدير الفني اللي موجود يضيف للنادي الاهلي اسلوب جديد في اللعب، ولاعيبه النادي الاهلي تضيف للراجل ده اسم كبير في عالم كره القدم. حلو. والشيء اللي مش غريب ان وجود كابتن محمد يوسف من الحرس القديم من ايام مستر مانويل موجود. يعني قريب في السن، قريب من اللعيبه كلها، مش غريب عليهم. كابتن سامي هادي وكان لعيب كبير قوي، هيعرف يقرب من اللعيبه كويس قوي. مدرب حراس مرمى كابتن مصطفى كمال. الجهاز متعاون لنجاح، هتشوف حاجه كويسه قوي قوي. هنكمل كلامنا على الاهلي ومعسكره ان شاء الله، كل التوفيق للاهلي. هنكمل كلامنا مع النجم عمرو الحديدي بعد هذا. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم، معايا النجم عمرو الحديدي، نجم مصر، نجم النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك يا كابتن مره ثانيه. خليك يا كابتن ميدو. انت فكرتني بحاجه في الفاصل، حاجه جامده جدا. عمرو قال لي تصدق صلاح ومين ما كانش بيلعبهم مورينيو؟ ديبالا اسمه هازارد. تصدق تصدق لما صلاح وهازارد مورينيو ما كانش بيلعبه، بيقول انا مورينيو مدرب جامد جدا. ماشي، طب ازاي؟ وجهات نظر فعلا. طب
يعني دي وجهات نظر ولا بقى المدرب؟ هقول لك على حاجه، احنا لسه بنتكلم انا وانت في الفصل بنقول ان هازارد بيقول خطا حارس جريزمان بيقول خطا حارس من شوطه ما رضاش يفرح، فافرح ليه؟ عشان انا حسيت بزميلي ان هو اخطا فعلا. ايه دخل ثلاث حاجات، الكوره وعدم الفرحه والعمل النفسي والانسانيه ليه انه حاسس بزميله بالظبط، حاجه ما بتحصلش. انا بصراحه استغربته، يعني انا لما جاب الجول قلت ايه يعني، هو ايه يعني، هو كان مثلا الاول مثلا بيلعب في اوروجواي ومثلا وجنس فرنساوي، انا مش عارف. فلما لقيته بعد الماتش قال لا يا جماعه انا احرزت هدف من غلطه جون، فما كانش لازم ان انا افرح لان دول زمايلي في الاول وفي الاخر. قلت لا ده احنا في حته تانية خالص، احنا في حته تانية خالص فعلا. روسيا كسبانه لغايه دلوقتي كرواتيا 1-0، روسيا شكلها تعملها ولا ايه؟ اهو ما انا قلت لك خالي من الاسماء الكبير، خالي من الاسماء وخالي من التوقعات. قول حاجه هتلاقي حاجه تانية الا توقعاتك لبلجيكا. الناس دلوقتي بقت متعاطفه، الشارع المصري كله متعاطف ان فرقه بلجيكا فرقه كويسه قوي. كنت بكلم كابتن خالد بيومي ملك ده خالد طبعا بيومي بقى، فبكلمه فمتضايق جدا، بقول له انت متضايق ليه؟ قال لي يا اخي مفيش مباراه توقعتها صح. ما هو خارج التوقعات، كاس عالم خارج التوقعات، بس حلو مثير قوي دلوقتي. في اوله عادي يعني، برضو كان في ما هو كان انت بتقول ايه، او اي حد يتوقع اسبانيا الارجنتين البرازيل، دلوقتي بقى خارج التوقعات كلها باسماء فرق واسماء لعيبه على مستوى. ماشي نرجع للاهلي بتاعنا تاني. نرجع للاهلي، انت قلت لي باتريس كارترون شفته في مباراه الاهلي والرجله اللي كسب فيها الاهلي 1-0، وشفت شخصيته، وقلت لي المدرب المفروض يبقى شخصيته متحكمه فيه عشان يعرف يسيطر عليها جوه الملعب وينقل فكره في اقدام اللاعبين، ان هو يفرض سيطرته في مباراه وادي دجله والنادي الاهلي بالاسلوب اللي هو عايزه، في ظل انه بيلاعب بطل دوري وبطل افريقيا واحد الممثلين لابطال العالم، يبقى هو راجل عارف هياخد ايه من المباراه بشعار لو ما كسبتش ما خسرش، ولعب على المرتده جاب جون في اخر دقيقه خلاص ماتش خلص. هو مسك بقى الاهلي البطل، اعتقد الفكره هيختلف. انت معاك دوافع مختلفه تماما 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 من اداء لعيبه، مع احترامنا الشديد لفرقه وادي دجله باسمائها، فكر لعيبه، مستوى، جماهير، اسلوب، كل شيء هيتوفر لك. عايزين نشوف بقى، احنا جايبينك عشان نشوف، مع كل حاجه موجوده ما هو هنشوف هنشوف بقى فعلا هيفرق معاك اسماء النادي الاهلي باللي موجودين والتطوير، ولا هتمشي على المنهج القديم هو هو ان اللعيبه دي تقدر تعمل كل حاجه حتى لو ما فيش مدرب. حتى لو ما فيش مدرب احنا نفسنا بقى نشوف دي لعيبه النادي الاهلي بيعملوا كده. انا قلت قبل كده والله الكلام ده، قلت يا جماعه لو اللعيبه نزلت لوحدها الملعب هتكسب، بس تخيل بقى لو معاهم مدرب يساعدهم. خلاص يا كابتن، يعني ده اللي جابوا لك الماتش بتاع الاهلي وادي دجله، كان كالتيرون مدرب وادي دجله فعلا، والاهلي كان من نجومه كله. انا قلت عارف كان معايا امير هشام كابتن عمرو على التليفون، انا عايز اشوف كالتيرون برضه، انا عايز برضه يعني عارف سالته في ايه كمان، قلت له هو كان بيوقف على الخط ولا قاعد على الدكه بيتفرج على الماتش؟ لا كان بيقعد، كان بيقعد قال لي كان قاعد على في الوقت اللي هو كان فيه فادي دجله كان مع حموده كان مع احمد حموده بيكتب في ورقه صغيره ليه هو مش مع محلل اداء. ده احسن. انا في وجهه نظري لا، المدرب لازم يبقى واقف على الخط. من شخصيه لشخصيه يا كابتن ميدو، في مدرب بيقعد ينقي ويركز على نقاط ضعف الخصم، وفي مدرب ما بيبصش غير لاداء لاعبته مهما كان امكانيات الفرقه اللي قدامه. هو من النوعيه دي. انا مش راهب اسم النادي الاهلي. قول تاني كده الحته دي، قول تاني. في مدرب اصل الحته دي دايما بقولها وبحبها قوي. في مدرب يقعد بالبلدي، هنقولها باللغه البلديه، بيزيط على الخط ويقعد يشاور ويقعد وانت مش حاسس ان هو بيفيد بشيء. في مدرب هادي وبيفرض سيطره امكانيات لعيبته مهما كان الخصم من امكانياته. هو ده الاهلي، ده اللي لازم يسمع الاهلي، وهو ده اللي هو عارفه، وهو ده اللي واصل له، وهو ده اللي لعب عليه ضد النادي الاهلي. ما كانش خايف من النادي الاهلي وكسب. هو انت عشان كسبت هنقول بقى امكانياتك وصل لغايه فين؟ لا 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 لا، هو هيفرض الاسلوب اللي هو كان محكوم بيه في وادي دجله بمثلا ب 30%، لا هيشتغل في النادي الاهلي بنسبه 120% بالظبط. امكانيات لعيبه،
مجلس اداره موفر لك كل شيء، عندك لعيبه من الطراز الفريق تقدر تنفذ اي فكر مدرب، ضيف انت بقى. ضيف فعلا ضيف. يعني مش عايز اتكلم على الفتره اللي فاتت، فعلا الاهلي عايز فعلا عارف اللي هو اللمسه الجماليه بقى، وان انا اعمل من اللعيبه اطلع احلى حاجه عندهم، ان انا استغل اللعيبه كم اللعيبه الحريفه قوي اللي في الاهلي دول. يعني عندك لعيبه ما شاء الله، لازم يا كابتن يبقى عندي كتيبه واثنين وثلاثه. عندك عندي، ما انا بقول لك لازم يبقى، عندي، بس لازم يبقى عندي بتوظيفهم اهو. بص من مكانه، ركز من مكانه، ما امش يعني من مكانه، بعد كده بيشتغل مع المساعد اعمل ايه واضيف ايه وزود ايه ونقص ايه. هو عارف بيقرا مفاتيح لعب الفرقه الثانيه وبينفذ خططه بقوه الضربه بالنسبه له، ويحكي ما بين الشوطين اللي هو عايز يقوله ويوصله للعيبه. هي طريقه بس انا طبعا بفضل مدرب واقف على الخط. في مدرب ما بيقدرش. انا بشوف المدربين الكبار، مش الكبار الاسماء، لا المدربين الكبار. انا عندي المدرب الكبير هو المدرب الكبير فنيا. تمام. بشوفهم واقفين على الخط كلهم بلا استثناء. لا تشوف المدرب الهادي اللي حتى لو دخل في هدف واثنين بيخرج من الكبوه البسيطه ويفرض، زي ما يكون انت مجرد دخل في الجون والتاني خلاص استسلمت، لا هيخش فيها جون والتاني وعندي استعداد اجيب جون واتنين وعوض بالتالت. يعني انت وصلت للهدف التعادل ثم بس على الفوز. في مدربين كده يا كابتن. يعني احنا نامل ان هو يكون كده. يا رب نامل يكون هو كده. يا رب. والاهلي بصراحه محتاج ان يبقى في مدرب عارف يفرض عليه الشكل الفني الجميل بقى. هو زي بص نفسي، انا نفسي في جوارديولا كده مدرب اهلي، اللي هو بيحط الفرقه عارف اللي هو انا هكسبكم انا نازل هكسبكم، تقعدوا لي بقى. هقول لك حاجه، كنا كده في النادي الاهلي في وقتنا في التسعينات، في وقت من الاوقات كان فعلا كان مستر هولمان يوم قايل لك ايه، انا قدامي ربع ساعه، بعد ربع ساعه هتلاقيه بيرمي المفاتيح خلاص خدت اللي انا عايزه، هدف واثنين وثلاثه. مستر هارس في اول سنتين نفس الكلام. فاكر انت واحنا موجودين في انبا لما انا جيت الاعاره كان الكابتن طه الله يرحمه، قلنا له يا كابتن هم 8 ماتشات ب 24 هدف، وقلنا الكلمه دي وفي اجتماع بسيط لكل اللعيبه، احنا ما عندناش غير السبع ماتشات يعملوا 21 بونت واقصى الطموح ان احنا نتعدل في ماتش. وتعدينا في ماتش السويس 22 من 24 لو انت فاكر. استاذنك معايا الاستاذ فهيم ناتوري الصحفي بالهداف الجزائريه. استاذ فهيم اهلا بيك. مرحبا بك كابتن عبد الحميد نجم الاهلي وقناه الاهلي. كل سنه وحضرتك طيب. معايا كابتن عمرو حديدي نجم الاهلي السابق، كل سنه وحضرتك طيب وكل الشعب الجزائري بخير ودايما طيبين. الحمد لله بخير والله. يعني استاذك طمني طبعا على اهلي بعريج، وقول لي اخبار الكره الجزائريه والاستراتيجيه العامه اللي حاططها الاتحاد الجزائري كمان لتطوير الكره الجزائريه، لو عند حضرتك اي اخبار جديده. كان قبل البدايه اريد ان اترحم على احد افضل لاعبي الجزائر من جيل السبعينات ولاعب شباب الوداد احسن ضلماس الذي توفى في المانيا صبيحه اليوم. اما عن اخبار البقاء والدوام لله. كما تعرفون هذا الموسم الى القسم الممتاز بعد احتفال المركز الثاني في البطولات القسم الثاني. بالاضافه الى ان استاذنك تعلي الصوت شويه يا استاذ فهيم لو ينفع. كيف؟ استاذنك تعلي صوت حضرتك شويه. اتفضل. استاذ فهيم معانا ولا الخط قطع يا جماعه؟ طيب يلا يلا. الخط قطع. انت عارف اللغه الجزائريه يعني صعبه شويه، كمان الصوت واطي فعايز اطلع منه اي جمله حاجه للسبب. بس البقاء لله بس اللي فاكرها انا. طبعا البقاء لله. هو بيقول ان في حد يعني انا بس البقاء لله كبيره، والايام دي بصراحه نجوم كبيره بتروح مننا الحمد لله اتفضل يا كابتن. فزي ما احنا بنقول يا كابتن، احنا عايزين فكر جديد يفرق مع لعيبه النادي الاهلي، فهيضيف للكره المصريه مش للنادي الاهلي بس. اكيد دايما الاهلي طول ما هو فايق
بتشوف منتخب مصر فايق وقوي. مجرد انك كل اللعيبه موجوده في النادي الاهلي وفي الزمالك والاسماعيلي والمصري موجودين واداء باين، هتلاقي شعله النشاط موجوده والشطه بتاعت حميه الدوري والتنافس بيوصلك انك بتطلع فرقه كويسه، بتطلع منتخب جاهز تخوض بيه المنافسات في افريقيا وتصفيه كاس العالم في الفتره اللي جايه. طب انا اسالك نفس السؤال اللي سالته الاستاذ حسن مستكاوي، الاستاذ حسن مستكاوي قال لي هو نفس الشكل، شكل الدوري متوقع شكل مختلف؟ ليه؟ هو 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 18 ما هو هنلعب نفس الارقام الكبيره اللي بنسمعها والانتقالات، هتسمع قول اللي نفسك فيه. دي امور ماديه مش امور تنفيذيه كرويه فنيه، لا 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 هي هي. ما انت مش هتبقى اللعيب بياخد المبلغ ده كله وفي الاخر هتلاقيه بقى نيمار. نيمار هو هو. طب الارقام دي يعني الارقام اللي انت بتسمعها دي بالنسبه لك ايه لما تسمع مثلا ينفع نرجع نلعب؟ يعني ارقام مستحقه؟ اصل دي ما اقدرش اتكلم فيها، دي ما اقدرش اقول النادي بيقدر يقيم اللعيب ازاي من مدير اعماله، انا ما اقدرش اقول دي يعني دي كل واحد يستحق ارقام، لكن الكم اللي احنا سامعينه من كم الفلوس ده ايه؟ دي وجهات نظر. انت لما بتيجي تتعاقد مع لاعب بيقول لك انا اخد قد كذا، المبلغ ده انت بتتراضى لا بتتفق، يا بتتفق لا بيستبعد وبتفكر في غيره. إيه خلاص عرفنا سكه الارقام، اهم حاجه بقى ترجع تلعب سنه انت. لا سنه ايه ده اللي انا شايفه ده؟ لا ده انا ارجع العب كتير، العب كتير يا راجل. ده الواحد بيشوف حاجات غريبه يعني. تخيل ان الكره العرضيه اللي كل اللي موجود في كاس العالم كره عرضيه، ليه كره عرضيه؟ ده الواحد كان بيتمرن تمرينات تخصصيه في وجود الكابتن ماهر همام يومي. أيوه. صبح وبعد الظهر كابتن ماهر كان بياخدنا في الرمله في الاكاديميه البحريه بيموتنا. انا ومشير ويوسف وكابتن علاء عبد الصادق وجمال السيد وابو الدهب وكمونه. ما هو ده المفروض مرعبين اساسا يعني، مش مرعبين دلوقتي يعني نشوف شكلكم كده ايه يا جماعه مين هو دول. كابتن طارق كان بيقول لك الله يرحمه احنا عايزين اربع عمدان نور، واحنا داخلين في الاوضه كنت انا وجمال وابو الدهب وكمونه. يعني مشير اللي هو كان لا ولا فارق ولا الهوى، ما عندوش حته ان انا اقل في الطول، لا 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 كان بيحارب. بص يا كابتن طموحك وعزيمتك رايحه فين؟ انت نفسك في ايه؟ ده النادي الاهلي هو علمنا كده في امورك الشخصيه. الماديات تاخد شويه الحته دي يا كابتن؟ هقول لك على حاجه، احنا ايام زمان ما كانش فيه الارقام دي خالص. لو سمعت ممكن خمس سنين ب 50,000 جنيه، خمس سنين ب 20,000 جنيه، لا ما فيش الكلام ده. بس كانوا برضه فلوس، دي حقيقه ما بنختلفش، بنقول ونادي الاهلي. بس انت كنت امنيه حياتك تلعب في النادي الاهلي. بالظبط، دي امنيه حياتي العب في النادي الاهلي لغايه دلوقتي في لعيبه كتير يعني. بص يا كابتن حسين الشحات هيموت ويلعب في النادي الاهلي. بص يا كابتن نفسي العب في النادي الاهلي، نفسي امرن في النادي الاهلي، نفسي اعيش جوه النادي الاهلي. ده كل طموح اي لاعب. خلاص انت عرفت بره، بس معروف انك هتطلع بره فين؟ بسم الله ما شاء الله طفره. محمد صلاح ولا النني ولا حجازي ولا حمادي، دي ناس خلاص راحت في المشوار ده. حجازي طلع من الاهلي بالظبط، زيدان ولا هتروح للامور العربيه، الانديه العربيه. مش تقليلا من قدراتهم، لا بالعكس. اللي جاي بقى نفسه يلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي هيوصله للحته اللي هو محروم فيها في نادي تاني. يعني بص الكادر لنادي صغير مع احترامنا للموجودين، وبص وجودك في النادي الاهلي لا موضوع بتلفز الانظار في ماتش، موضوع في ماتش واحد موضوع مختلف خلاص. الموضوع بقى جماهيريا واعلاميا وماديا ونفسيا موضوع مختلف، استراتيجيه مختلفه عن كل اللي احنا بنشوفه ده دلوقتي. اسماء اللعيبه اللي موجوده على الساحه في الملتزم وتبص عليه تقول ده من الجيل القديم اتعود او اتطبع بالطباع القديمه او اتربى على النظام القديم، وفي اللي جاي النادي الاهلي يتعاد هيكله فكره بفكر النادي الاهلي. بفكر النادي الاهلي احنا واحنا داخلين من الباب كانت حاجه مختلفه. انت دخلت النادي بيتك، كابتن صالح الله يرحمه كان يقول لك بيتك، انت اللي هتتنده، انت اللي هتتشتم، انت اللي الناس هتقول عنك كلام كويس، بيتك. اسم النادي الاهلي مش هيتهز، انت اللي هتضيف لدولاب بطولاته، وانت اللي هتضيع نفسك وتروح مكان تاني. اختار، دي اختيار ليك. ده اللي بيعمله الكابتن محمود الخطيب بصراحه دلوقتي اهو. الاختيار ليك، يا تستنى في الامله وتخش السينما من اوسع ابوابها، يا تستنى تاخد دورك لو ليك نصيب جيت، انا وسهلا لو ما جيتش يبقى اتنسيت. العجله شغاله، دي حقيقه.
دي حقيقة. يعني انت احسن او ابرز ما قلت ان مش عايزين نلف وندور على بعض. هو الاهلي اهلي طبعا. جبت لي بقى مش عارف ملايين العالم، جبت لي مش عارف مين، هو الاهلي. لو جبت احسن مدرب في العالم ولعيبه النادي الاهلي هتعمل اللي هي عايزاه. لعيبه النادي الاهلي بتنزل المنهج واحد، بتتوارثوا اجيال وهي بتتوارثوا بقى حق مكتسب للي جاي، انا وميدو واللي جاي ورانا وحسام غالي واللي موجودين دلوقتي من صغير، من لعيبه صغيره واللي اصغر منهم. هتلاقي مبدا وتربيه واحده ما بتتغيرش. والله العظيم يا جماعه هو مش كلام، خلي بالكم يعني مش كلام. يعني في ناس بتقول لي انت بتقعدوا تجاملوا، اي والله ما مجامله ولا اي حاجه فعلا. لا، عشان هم بره، اللي عايز يتجامل يشوف يخش جوه ويتاكد، بس بشرط يعيش، مش يجي يحضر مشهد واحد، لا يعيش معاه مجموعه مشاهد. انا قلت انا عندي اصحابي يعني مش عايز اقول لك انتماءاتهم، قلت لهم تعالوا بس يعني انا راهنكم، تعالوا عيشوا شويه، مش شويه، تعالوا عيشوا اسبوع بس جوه النادي الاهلي، هتلبسوا الفانيل لو تطلعوا تجروا. انت داخل الاوضه هتخرج من الاوضه انت جاهز نفسك، الجندي المجند اللي جاي جاهز وجاهز وسدد شادد كل امكانياته ان الحرب هتبدا، حرب مشروعه نفسيه، مش حرب طبعا كرويه نزيهه طبعا، مش حرب مع كلمه حرب طبعا. النادي الاهلي كيان قديمه قوي كلمه نقول مدرسه، لا كيان كبير، كيان كبير جدا، كيان كبير جدا. وكل يوم بصراحه انا قلت في بدايه الكلام مع حضراتكم، كل يوم في الايام اللي احنا فيها دي تحديدا، كل يوم بتعرفوا يعني ايه اسم النادي الاهلي من غير توضيح. بيضيف لتاريخ النادي الاهلي كيان جديد في وجود الكابتن محمود الخطيب، وكان قبل كده في وجود باشمهندس محمود طاهر، وكان قبل كده في وجود الكابتن صالح، وقبل كده الكابتن حسن حمدي. كابتن بتتوارث والمبدا واحد. كل القيادات انا معاك كابتن عمرو، يعني الوقت بصراحه جري معانا جدا، وانا بشكرك وان شاء الله يبقى لنا لقاءات مقبله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وشنبك يرجع لعمرو الحديد. نورت وشرفتني حبيبي يا كابتن ميدو. الله يخليك يا رب. دي كانت نهايه فقرتنا معاكم، وزي ما قلت لكم في الاول خالص خالص، الاهلي مهما اجيب من ضيوف ومهما اجيب من توارث اجيال، كابتن عمرو الحديدي، كابتن ماهر همام، كابتن ربيع ياسين، كل الاجيال تيجي تقول لك بييجوا يشعروا في اسم النادي الاهلي. ودي حقيقه فعلا، واللي عايز يعرف يعيش في النادي الاهلي اسبوع هيعرف يعني ايه النادي الاهلي. وكل يوم بيعدي، انا بتكلم بقى للجماهير الاهلاويه، كل يوم بيعدي بتعرفوا قيمه النادي الاهلي من خلال رئيس النادي ومجلسه الموقر الكابتن محمود الخطيب. كل توفيق وتمنيات للنادي الاهلي فيما هو قادم. النادي الاهلي هيفضل اهلي طول عمره يا جماعه ان شاء الله. نورتوني وشرفتوني وتشرف بيكم دايما، مع الف سلامه.